من اول 11 عندكم. احنا طبعا لما انا اتكلمت امبارح على موضوع الانفلاميشن او الالتهاب، جاي النهارده اتكلم على نقطه مهمه جدا، ان لما اقول ان في اورجان حصل فيه انفلاميشن، يعني اي اورجان حصل فيه التهاب، يطلق عندنا في الطب باضافه مقطع ايتس بعد الاسم اللاتيني. يعني مثلا بيحصل التهاب في التونسل بقول اسمه تونسلايتس مثلا، يعني هي الحاجات اللي هي العاديه. حصل انفلاميشن في الاوسوفيجاس نقول عليه اوسوفيجايتس، يعني ايتس ده الاسم الايه اللاتيني. فدايما بنضيف كلمه سافكس، سافكس اكتب سافكس طبعا، سافكس بتاعت كلمه ايتس او لفظ ايتس ات ذا اند اوف ذا وورد، في نهايه الكلمه. فده بس الكلمه الايه لازم نلاحظ، نلاحظ انها مش الكلمه الانجليش، مش الانجليزي، لازم تكون الكلمه اللاتن بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها. ففي الحاله ديت هتديني معنى الانفلاميشن. زي امثله، زي لما اقول مثلا واحد عنده جينجيفايتس، هو انفلاميشن اوف جينجيفا. حد عارف ما هي جينجيفا؟ ايه جينجيفا دي؟ لا ده انت هتجيب الحاجات دي في الامتحانات كلها، تبقى عارفين معاني الكلام. جينجيفا اللي هي اللثه، اللثه مش هي اللي هي اللثه اللي هي بيسموها بجم، بس اسمها جينجيفا اللي هي اللثه في السنان يعني. بالبايتس لفظ غريب شويه، انفلاميشن اوف بالب تيشو، ده الالتهاب اللي بيحصل في داخل السن نفسها. يعني دي حاجات كلها في الماوس كافيتي مثلا. مينينجايتس دي واضح من اسمه، انفلاميشن فين؟ في المينجيز، في الاغشيه السحائيه اللي هي الموجوده حوالين البرين. فواضح ان احنا بنضيف كلمه ايتس زي اللفظ اللي احنا عارفينه. كولايتس، كولايتس واضح ان اسمه يبقى انفلاميشن اوف كولون اللي هو اللارج انتستن، يبقى اسمه كولايتس. يبقى احنا بنضيف مقطع ايتس او اي تي اي اس على اللفظ اللاتيني اللي احنا بنستخدمه عندنا عشان دينوتنج كلمه انفلاميشن. ولكن في عندنا، ودي بقى الحاجات المهمه، عندنا بعض الالفاظ مش بالنص مختلفه شويه. يعني مثلا هتقولي يعني ايه؟ يعني لما نقول لفظ مهم جدا ستوماتايتس، طبعا لما اي طالب، وده للاسف للاسف اي طالب يسمع يعني ايه كلمه ستوماتايتس يرد وهو من غير ما يفكر يقول لك انفلاميشن اوف ستومك. طبعا ده عيب، ده يودي النار، لان انفلاميشن اوف ستومك اسمه جاسترايتس. ستوماتايتس معناها انفلاميشن اوف ماوث، لان فاكرين انتوا لما خدنا في الامبريولوجي زمان كلمه ستوموديوم اللي هو الماوث، فكلمه ستوما باللاتيني يعني ماوث، فستوماتايتس يعني انفلاميشن اوف ماوث. بس انا ما استخدمتش بقى كلمه ماوس، انا استخدمت كلمه لاتينيه اللي هي ستوما، هو ده اللفظ اللي احنا بنتكلم فيه. لما اقول كلمه كروسايتس انفلاميشن اوف تانج، ما هو التهاب اللسان او التانج ما اسموش تانجايتس، انا مش بضيف ايتس على اللفظ الانجليش، انا بضيفه على اللفظ اللاتيني اللي هو جلوسو، بيبقى اسمه جلوسايتس. امثله من ده كتير، جاسترايتس يبقى انفلاميشن اوف ايه قلنا دلوقتي؟ اوف ستومك. كل دي امثله عندكم. انترايتس مقطع كلمه انتيرو يعني سمول انتستن، فبقول كلمة انترايتس يبقى انفلاميشن اوف سمول انتستن. سيستايتس، هو كلمة سيستا أولا لوحدها معناها حوصلة، معايا كده؟ بس لما نقول كلمة سيستايتس لوحدها المقصود بيها انفلاميشن اوف يورينري بلادر، الحوصلة المائية يعني. هي يورينري بلادر مثانة يعني، عشان كده اسمها سيستايتس. ودي من النقط المهمة. نيفرايتس، نفرو، مين هو النفرون؟ الكدني، يبقى نفرايتس انفلاميشن اوف كدني. كل دي الفاظ مهمه جدا وغريبه شويه على الالفاظ بتاعتنا اول ما سمعنا. ديرماتايتس من كلمه ديرما، ديرما اللي هو مين؟ اللي هو السكن، يبقى ديرماتايتس انفلاميشن اوف سكن. يعني لازم نتعود على ان احنا هنسمع الفاظ جديده وغريبه شويه، بس مقطع ايتس يدل على انفلاميشن ونشوف اللفظ اللاتيني بتاعه زي ما بدانا نتعود عليه دلوقتي. لما اقول كلمه هيباتايتس ليفر، لان هيباتوسايت او هيباتو احنا عرفنا قبل كده ان دي خلايا ليفر. لما نقول انكيفالايتس البرين، البرين انفلاميشن البرين اسمه انكيفالايتس، او له اسم تاني بيستخدم في بينطقوها انسيفالايتس. معايا في النطق؟ يعني حرف السين موجود عندنا ممكن تنطق سي او كي، الاثنين صح. لا غير الانجلش، الانجلش لازم فيها وقت تنطق سي او تنطق كي. في اللغه اللاتينيه عادي نقرا الاثنين مفيش مشكله عندنا. فلو نطق انكيفالايتس صح او انسيفالايتس برضه صح عندنا. مايوسايتس، مايوسايتس انفلاميشن اوف مصل، يعني كلمه مايو انت عارفين مايوسين واكتين مايو، مايوسين ماشي، مايو يعني مصل. نمونيا، هنا بقى الدنيا اختلفت شويه. نمونيا معناها انفلاميشن اوف ذا لانج،
هتقولي اشمعنى دي ما حضرناش فيها ايتس؟ هقول لك لا، الكتب القديمه بتكتبها كده. يعني الكتب القديمه بتكتب انفلاميشن اوف لانج نيومونايتس تمشي. بس هو الصح اللي بيستخدم وهتسمعه دايما هو لفظ كلمه نيومونيا، لان كلمه نيومو مقطع نيومو الاول باللغه اللاتينيه معناها اير، هواء. فباعتبار ان اللانج هو ده المكان اللي فيه هواء. يلا بسرعه متاخر يلا. ها يبقى نيومو معناها ايه؟ اير. فنيومونايتس او نيومونيا انفلاميشن اوف ذا لانج، بس هنستخدم كلمه نيومونيا اكتر. نيومونيا. لما اجي نقول مثلا اوستيومايلايتس. اوستيو يعني بون. مايلو يعني بون مارو. تاني المقاطع دي يا جماعه مهمه. اوستيو يعني بون، مايلو بون مارو. يبقى اوستيومايلايتس معناها انفلاميشن لمين ومين؟ للبون والبون مارو. هتقول طب ما ينفعش واحد يجيله اوستيتس بس؟ انفلاميشن اوف بون يجي. ما ينفعش مايلايتس بس يجي. بس دايما اللي بنلاقيه ان دايما هذا الالتهاب متصاحب ده مع ده. يعني يا ترى ما الاقي واحد اوستيتس فقط. لان لما يحصل التهاب في البون دايما الالتهاب يمتد الى البون مارو. فيبقى الاثنين مع بعض اوستيو مايلايتس. طيب كده احنا خلاص فهمنا يعني ازاي تنطع او لفظ كلمه انفلاميشن لمقطع ايتس بعد الاسم الايه؟ الاكيوت. طيب المره اللي فاتت او امبارح لما انا شرحت لكم امبارح الاكيوت انفلاميشن التهاب الحاد وايه قصته، دلوقتي هتكلم على كلمه سريعه يعني ايه كلمه كرونيك انفلاميشن. الكرونيك انفلاميشن هتلاقي عندك يا دوبك لا يتعدى صفحه، لان هو الكرونيك انفلاميشن ده شابتر لوحده هيتشرح قدام لسه. شابتر كبير بس هي فكره صغيره يعني ايه التقسيمه بس. فكلمه كرونيك انفلاميشن او التهاب المزمن اللي بيحصل، لما اقول واحد عنده التهاب مزمن معناها ان الالتهاب اللي جه قاعد فتره طويله وبيتعالج عنده بقاله فتره. ما الالتهابات اللي بتيجي بسرعه وتمشي بسرعه اسمها اكيوت، سريعه حاده. الالتهابات اللي بتقعد مده طويله في جسم الانسان يطلق عليها اسم ايه؟ كرونيك انفلاميشن. يمكن اشهر مرض وده هناخده بالتفصيل قدام مرض التيوبركلوزيس او التي بي، مرض الضرم. مرض الضرم او مرض السل ده نوع من انواع البكتيريا. لما بتخش اللنج تقعد لها شهر شهرين على ما تعمل الامراض، المرض بتاعها والاعراض بتاعتها. والمريض اللي بيجي يشتكي من مرض الضرم ممكن يقعد لسنه او سنه ونص بياخد علاج. فبقول في الحاله ديت ان مرض التي بي اتز اكرونيك انفلاميشن، التهاب مزمن. ليه؟ لانه جراديوال اونست. جراديوال اونست معناها ان المرض لما جه خد فتره شهر او شهرين جراديوال، واحده واحده على بال ما ادى اعراض. كلمة اونست الفترة اللي بيحتاجها المرض عشان يدي اعراض. عند لونج ديوريشن قاعد العيان سنة سنة ونص يتعالج، ولذلك هو از كرونيك. فالكرونيك انفلاميشن موجود عندي ممكن يكون ريزالت اوف اكيوت انفلاميشن او ستارت كرونيك، بادئ كرونيك بالاول. يعني ايه؟ امتى المريض يبقى عنده كرونيك انفلاميشن؟ جت بكتيريا زي التي بي جت بقت كرونيك، هو بادئ كرونيك بالاول. او ممكن يكون المريض ده كان ايه؟ اكيوت انفلاميشن وما اتعالجش. وما اتعالجش، ودي بتحصل كتير. على سبيل المثال واحد مثلا يجي له كحه ومش عارف ايه وعنده التهاب حد في الشعب الهوائيه، اكيوت برونكايتس ولا حاجه، ما خدش علاج كويس وقال له شهر عامل كحه او بقى له شهرين، فكده بدل ما هو كان اكيوت بقى اسمه ايه؟ كرونيك. اذا كلمه كرونيك اقولها امتى؟ لو كان اكيوت وما اتعالجش، او هو ستارت كرونيك من الاول، بادئ كرونيك من الاول. لما الاورجانيزم بيبقى له فيرولنت. يعني ايه كلمه فيرولنت؟ عنيف. ما هو الاورجانيزم اللي جاي او البكتيريا لو هي عنيفه هتعمل التهاب قوي من الاول، وهيبقى التهاب هنا عن اكيوت حاد سريع. بس لما يبقى البكتيريا او الفيروس اللي جاي له فيرولنت مش عنيف، فعلى بال ما بيعمل الاعراض بتاعته هياخد وقت ولا لا؟ في الحاله دي غالبا هيبقى كرونيك مش اكيوت. ما هياخد وقت على بال ما يدي اعراضه، ما هياخد وقت اكتر واكتر على بال ما يبدا يتعالج. الكرونيك انفلاميشن بنقسمه لنوعين. في عندي حاجه اسمها كرونيك نون سبيسيفيك، وفي حاجه اسمها كرونيك سبيسيفيك. تاني الكرونيك انفلاميشن مقسم الى ايه وايه؟ نون سبيسيفيك وسبيسيفيك. يعني ايه الكلام ده؟ قالك بكل بساطه لازم نبقى احنا عارفينه، ده كلام هقوله دلوقتي. أنا الكرونيك انفلاميشن أو التهاب المزمن لو هو ستارت كرونيك من الأول، يعني زي مرض التي بي، زي مرض اسمه السيفلس اللي هو الزهري، زي أمراض كتيرة أوي بتبدأ ما يكون ساركويدوزيس. في أمراض كتيرة جدا جدا بتبدأ كرونيك في الأول، من الأول.
الغريبه ان كل مرض من هذه الامراض تحت الميكروسكوب له سبيسيفيك سيل، سبيسيفيك ميكروسكوبك بيكتشر. كل مرض من الامراض دي تحت الميكروسكوب شكله غير التاني، ولذلك مجموعه هذه الامراض نسميها باسم كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن. يعني هي مجموعه امراض مزمنه ولكن كل مرض فيهم تحت الميكروسكوب له سبيسيفيك مايكروسكوبيك بيكتشر، له منظر محدد غير المنظر الثاني. منظر التي بي تحت الميكروسكوب مميز ما حدش يغلط فيه. منظر السيفلس البلهارس اي يعني في امراض كتيره جدا مزمنه تحت الميكروسكوب فعلا كل واحد مستقل بذاته، فهنسميها كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن او ليها اسم اسمه جرانيولوماتوس ديزيز. كلمة جرانيولوماتوس ديزيز ده عنوان الشابتر لوحده، الشابتر الكبير لما تقول لكم كرونيك هناخده قدام بعدين، فده عنوان شابتر اسمه جرانيولوما وهنعرف وقتها معناها ايه الكلمة دي، مش دلوقتي يعني، دلوقتي هي كلمة بس ده عنوان شابتر هيتاخد بعدين إن شاء الله. زي مرض السيفلس، والسيفلس زي اللي هو اسمه الزهري، تيوبركلوزس الدرن، البلهارسيس البلهارسيا. خلي بالك إن الأسامي الأمراض ديت كل مرض وفي منها كتير، كل مرض منه تحت الميكروسكوب له its specific microscopic picture، تحت الميكروسكوب له منظر معين ما يختلفش عليه حد. طيب افرض ان المرض ده كان اصلا اكيوت وما اتعالجش، هيتحول يبقى ايه؟ كرونيك. في ساعتها لما اجي ابص عليه تحت الميكروسكوب ما الاقيش حاجه سبيسيفيك، كل الامراض الاكيوت اللي بتتحول كرونيك كلها شكل بعضها تحت الميكروسكوب، كلها خلايا كرونيك سيلز زي بعضها وخلاص، فما لهاش سبيسيفيك بيكتشر، ولذلك الشله دي على بعض او المجموعه دي هسميها كرونيك نون سبيسيفيك انفلاميشن. يعني هي مجموعه التهابات مزمنه ولكن تحت الميكروسكوب ما لهاش سبيسيفيك مايكروسكوبيك بيكتشر لانها كلها شكل بعضها. فهمنا التقسيمه او تقسيمه الكرونيك عباره عن ايه؟ دي التقسيمه العامه بتاعتنا. ولذلك الكرونيك نون سبيسيفيك انفلاميشن نون سبيسيفيك، هل ده تحت الميكروسكوب له منظر معين؟ امال هتلاقي ايه مثلا؟ قال لك هتلاقي الفاسكولاريتي ليس ماركت عن الاكيوت. اصل في الاكيوت الانفلاميشن لما بيحصل بتبقى كميه الفازودايليتيشن وكميه الدم كتيره وبلاد فيسل بتبقى دايليت، عشان كده اي واحد بيجي له التهاب حاد او اكيوت انفلاميشن تلاقي مكان الالتهاب دايما احمر كده وسخن وبتاع عشان الفاسكولاريتي عاليه. في الكرونيك انفلاميشن لا بتبقى اقل شويه، ولذلك تبقى الفاسكولاريتي ليس ماركت عن الاكيوت انفلاميشن. والفيسلز ار نوت ماتش ديستنتد، مش دايليتد قوي، مش زي الاكيوت. الاكيوت مور دايليتد، كان طبعا في حلقه امبارح كنت شارح الكلام ده بالتفاصيل وليه دايليتد وكل الميكانيزمات بتاعتها والكيميكال ميدييتور اللي بتاثر. عشان كده كان زي ما قلت لكم ما تحاولش تيجي تحضر المحاضره وانت سامع اللي قبليها عشان تبقى انت متابع. دلوقتي تحسين كنتوا فاهمين، بس انت لو كنت حاضر بتاعت امبارح او سامعها حتى على الاقل هتبقى فاهم بطريقه اكتر. تمام؟ لازم تراجع اول باول. تاني نقطة الاكسيوديشن اوف بلازما از نوت ماركت، يعني ايه كلمة اكسيوديشن؟ قلت الكلام ده امبارح ان مع الاكيوت انفلاميشن البلاد فيسل لما بتبقى دايليتد بيبدا يحصل عملية ترشيح، يطلع مية يطلع بلازما، فتلاقي أي مكان فيه التهاب دايما سولينج دايما منفوخ عشان مليان مية، اللي انتوا بتسموها اسم إديمة مليان مية. طبعا في الكرونيك انفلاميشن الاكسيوديشن او المية اللي بتطلع بتبقى نوت ماركت قليلة مش كتيرة زي الاكيوت. عشان كده دايما انت لو اتخبطت خبطه بسيطه تلاقي مكان الخبطه ورم. ليه؟ علشان بدا يتبلى ميه اللي هو بيسموها اكسيوديت. في الكرونيك انفلاميشن مفيش الكلام ده. بروفريشن اوف سيلر اليمنت او ديش ميستوسايتس از مور ماركت. تاني لما اجي ابص تحت الميكروسكوب لهذا الكرونيك انفلاميشن الاقي عندي سيلر اليمنت خلايا كتيره جدا اشهرها التيشو هيستوسايت مور ماركت، يعني كميه كبيره. طبعا زمان ايام ما خدت هيستولوجي كنت عرفت يعني ايه كلمه هيستيوسايت اللي هي الماكروفاجز. الماكروفاج ما بتجيش في الاكيوت، بتيجي في الكرونيك وبكميات كبيره وبعد كده يبدا يتغير شكلها ويبدا يتطور بعد كده، اللي هي التيشو هيستيوسايتس اللي احنا بنسميها الماكروفاج. طيب ده جدول مقارنه موجود عندكم من الحاجات المهمه بيفرق ما بين الكلام اللي اتقال امبارح اللي هو الاكيوت انفلاميشن والكلام اللي قلته النهارده اللي هو مين؟ الكرونيك انفلاميشن. تمام كده؟ طبعا الحمد لله مش عارف السبوره بايظه اصلا فمش عارف شايفين حاجه ولا لا يعني. لان مفيش سكرين يعني. حد شاف حاجه؟ الحمد لله يعني كده الحمد لله عملنا اللي علينا. يعني هحاول انضفها يعني بس البتاع اللي بيطبخه تحت ده متعب في تنظيف حلو يعني. كحول ده.
طيب نشوف الفرق بين الاكيوت والكرونيك. الفرق اولا الاكيوت انفلاميشن هو اكيوت اونست يعني بيجي بسرعه. الكرونيك قلنا جرادوال اونست المرض بيجي على مهمل واحده واحده تمام. الاكيوت انفلاميشن شورت ديوريشن يعني بيقعد فتره قليله ويمشي. انت لو جالك دور برد يقعد 3 4 ايام اتس اكيوت انفلاميشن. غير المرض الخطر زي التي بي يبقى معدل سنه ولا سنه ونص يبقى كرونيك لونج ديوريشن فتره طويله. في الاكيوت انفلاميشن بيحصل بازو دايليتيشن اند هايبرميا. بسألك من شويه ان في الاكيوت انفلاميشن البلاد فيسل يحصل لها ايه؟ دايليتيشن بتوسع. فلما توسع يحصل هايبرميا يعني كميه الدم تبقى كتيره. قلت لك من شويه هل ده بيحصل في كرونيك؟ لا نوت ماركت مش قوي حاجه بسيطه. ماركت انفلاماتوري اكسيوديت في الاكيوت قلنا الاكسيوديت ده الميه اللي بتطلع اثناء الانفلاميشن اللي بيخلي مكان التهاب يورم فبيبقى موجود بكميه كبيره في الاكيوت مينيمال اماونت كميه قليله في حالات مين؟ الكرونيك تمام؟ الانفلاماتوري سيلز لما بيحصل التهاب بتيجي خلايا هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي ان شاء الله ايه هي الخلايا اللي بتيجي في الاكيوت انفلاميشن وايه اللي بتيجي في الكرونيك انفلاميشن. ما احنا لازم نبقى احنا عارفين ان مع اي انفلاميشن بيحصل لازم يكون في رد فعل مناعي يعني جسم الانسان بيبدا يعمل اميونيتي فبتبدا كرات الدم البيضاء او الهايت بلاد سيلز في بعض انواع منها تبدا تيجي كديفنس ميكانيزم حمايه للجسم. في خلايا تيجي في الاكيوت وفي خلايا تيجي في الكرونيك. الاكيوت انفلاميشن وده امبارح كنت اتكلمت عليه بالتفصيل جدا البوليمورف نيوكلينوسايتس او اللي احنا بنسميها النيتروفيلز. النيتروفيلز دي اساسي في الاكيوت ودايما حضرتك امبارح بنسمعوها تلاقي كل حاجه نقول النيتروفيل والبوليمورف هي نفس الكلمه. اللي احنا زمان في الهيستولوجي كنا بنسميها المايكروفاجز اللي بتعمل فاجوسيتوزيس فطبعا دي مهمه. خلي بالكم الدكتور ما عمال اشرح اقول لكم اصل انتوا خدتوا في الهيستولوجي خدتوا في البايو خدتوا في الاناتومي خدتوا في الفسيولوجي لان المفروض انك انت مش هتعرف تعدي في المده اللي جايه لما تكون تحافظ اللي فات. اللي فات ده كوم واللي جاي كوم تاني خالص. يعني ابشركم الاربع مواد سهلين خلصوا. بجد يعني اسهل مواد خلصت فعلا. اللي جاي ركزوا فيها كويس. لانه معتمد على انك انت مذاكر اللي فات ومعتمد على كلام جديد خالص. لان كده المفروض ان الكلام اللي انا بشرحه لكم ده الطبيعي مين اللي بياخده؟ تالتة بشري اللي هم بقى لهم كام سنة في الكلية؟ أربع سنين. إعداد أولى وثانية وثالثة. فأنتوا بقى لكم كام شهر وبتدرسوهم يعني فخلي بالكم الكلام مش سهل. فركزوا فيه قوي قوي. تمام؟ طيب نرجع تاني مع بعض. إيه الخلايا اللي بتيجي في الكرونيك انفلاميشن الالتهابات المزمنة؟ هتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. عندي مثلا الليمفوسايت. الليمفوسايت فيها أنواع بي وتي ليمفوسايت كلها ليها دور في المناعة. البلازما سيل خدناها ايام الهيستولوجي وقلنا البلازما سيل من الخلايا اللي ليها علاقه بالبي ليمفوسايت وليها علاقه بالاميونيتي. الماكروفاجز الماكروفاجز كانت معانا كتير وقلنا لما بتمشي في البلاد اسمها بلاد مونوسايت وفي التشو اسمها تشو هيستوسايت. كل ده كلام هيستولوجي قديم وكل ده لازم هتتدخل فيه وتذاكر فيه كل ده عايز نيجي على نقطه مهمه في المقارنه بين الاكوت والكرونيك وهو الفيبروزس التليف. لازم نعرف ان الفيبروزس هو تكوين ما يسمى باسم فيبرستيشن. والفيبرستيشن خدته زمان في الهيستولوجي انه بيتكون من خليه اسمها فيبروبلاست. يعني خدها زمان حاجه اسمها فيبروبلاست وفيبروسايتس وفرق بينهم. يبقى بيتكون من خليه اسمها الفيبروبلاست. علشان الفيبروبلاست تبقى اكتف عشان الفيبروبلاست تعمل فيبروزيس ده محتاج لونج تايم وقت طويل. يبقى طبيعي لما بيحصل فيبروزيس تليف هيبقى في كتر في الكرونيك. ما دام محتاج وقت طويل هيبقى فين؟ في الكرونيك. كلام بديهي جدا وسهل. ولذلك في الاكيوت انفلاميشن يقول لك نو فايبروزيس ما بيحصلش تليف. ليه؟ لان ما عنديش الوقت ان الفايبر بلاست تيجي عشان تطلع وتعمل اللي هي عايزاه. اما في الكرونيك لا بيبقى فيه فايبروزيس از بريزنت. المشكله بقى مش ان في فايبروزيس في الكرونيك. المشكله في حاجه ثانيه. وان في حالات الكرونيك انفلاميشن يجي الفايبروزيس بكميات كبيرة ويبدأ يحاول لسمول ارتريولز. حد فاكر فاهم يعني ايه كلمة ارتريول؟ الشرايين الصغيرة. اللي هي مين؟ اللي هي الارتريولز. خلاص؟ الارتريولز او الشرايين الصغيرة اللي موجودة عندنا بيبدأ يتحاوط حواليها الفيبروزس. والفيبروزس يفضل يزيد يزيد لغاية لما يقفلها وتبقى ضيقت.
وفي الحاله ديت بنسميها باسم اند ارترايتس اوبليترانت. تاني كده اللفظ ده اسمه ايه؟ اند ارترايتس اوبليترانت. معناها ايه؟ حد يقدر يقول لي يعني ايه كلمه ارترايتس؟ يعني ارترايتس انفلاميشن في الارتري، وانا بقصد هنا الاند ارتريز يعني ارتريولز الارتريز الطرفيه، ويحصل طبعا فيبروزز. الفيبروزز لما يقفل حواليها يخليها ضيقه ومقفوله فبنسميها اوبليترانز مغلقه. يبقى الفيبروزز لما حصل هنا حوالين البلاد فيسلز او الارتريول قفلها وضيقها خالص بسبب الفيبروزز. طبعا اي اكيوت انفلاميشن بيبقى فيه مجموعه اعراض زي شرطها امبارح. اي اكيوت انفلاميشن بيبقى مكان التهاب ريد وهوت، بيبقى احمر بيبقى سخن. عرفنا ليه؟ فاكرين حاجه ثانيه بسبب فازو ايه؟ دايلاتيشن. بيبدا يحصل سويلنج، بيبدا يورم علشان موجود فلويد اللي هو اكسوديشن. كلام جميل. هل الكلام ده موجود في الكرونيك؟ قلنا لا مش موجود. وزاد عليك ايه؟ ابسنس. ده كده مقارنه بين الاكيوت والكرونيك انفلاميشن. اظن فهمنا يعني ايه كرونيك وايه فهمنا مقارنه ايه. نتكلم على عنوان جديد في الانفلاميشن، عنوان اسمه سيلز اوف انفلاميشن. لسه قايل من شويه ان اي انفلاميشن او اي التهاب بيحصل بتيجي معاه انفلاماتوري سيلز، خلايا رد فعل مناعي، صح؟ قلت لكم ان في خلايا بتيجي فقط فين؟ في الاكيوت. في خلايا فقط خاصه بمين؟ الكرونيك. لا ده انا هديكم معلومه ان في خلايا بتيجي في الاكيوت وتكمل معايا كمان في الكرونيك. زيد اكتر واكتر. يعني ده انواع كتير من الخلايا. عاوزين نعرف ايه هي كل الخلايا او السيلز اللي بتيجي اثناء الانفلاميشن، وكل واحده بتيجي امتى وتيجي ليه. اول سيلز حتى اتكلم عنها هي البوليمورف نيوكلير ليكوسايت. حد فاكر من شويه قلت لكم اسمها الثاني ايه؟ النيتروفيل. اسمها الثالث مايكروفاج. الخليه صغيره الحجم اللي تعمل فاجوسايتوزيس اسمها ايه؟ مايكروفاج. فدي كلها مجموعه سيلز عندي اللي هي بوليمورف نيوكلير ليكوسايت، كلها بنفس الاسم ديت. البوليمورف نيوكلير ليكوسايت قلت لك من شويه انها دايما بتيجي فين؟ في الاكيوت ولا في الكرونيك؟ في الاكيوت، مش قلناها من شويه؟ خدناها في جدول المقارنه. ولذلك هذه الخليه هي سبيسيفيك في الاكيوت انفلاميشن. طيب انا ما قلتش ان اكيوت انفلاميشن، قلت ايه؟ سبيسيفيك. ويعني ايه كلمه سبيسيفيك؟ يعني مفيش اكيوت انفلاميشن في الدنيا اللي لازم تلاقي معاه بوليمورف نيوكلير ليكوسايت، هي خاصه بيه. اينما وجد الاكيوت وجد البوليمورف. اينما وجدت البوليمورف تحلف ان ده ايه؟ اكيوت. البوليمورف نيوكلير ليكوسايت تساوي كلمه اكيوت انفلاميشن. مشكله هذه السل ايه عندنا؟ قال لك هي اصلا وظيفتها انها بتعمل فاجوسايتوزيس، يعني جايه تاكل البكتيريا، تاكل الخلايا الميته. والفاجوسايتوز اظن خدناها قبل كده بالتفصيل، وعلشان كده سميناها مايكروفاج. مشكلتها الاتي، ان هي بتعمل فاجوسايتوزيس وهي بتهاجم البكتيريا، للاسف ممكن هذه الخليه انها تموت. ولو ماتت هيكون الناتج عندي تكوين ما يسمى باسم الايه؟ الباس. باس اللي هو الصديد، اللي بيسموها الباس سيلز، اللي هو خلايا صديد. طبعا امبارح في محاضره امبارح كنت شارح بالتفصيل الممل ازاي البص بيتكون وايه علاقه البوليمورف بموضوع البص. الخليه الثانيه يبقى خلينا نقول خدناها اسمها مين؟ بوليمورف نيوكلير ليكوسايت. السيلز رقم اثنين الموجوده عندي وسمعنا عنها كتير في الهيستولوجي زمان، الخليه اسمها ايه؟ ليمفوسايت. تمام كده؟ السيلز اسمها ايه؟ ليمفوسايت. طبعا لازم نبقى عارفين ان الليمفوسايت، لو فاكرين لما خدنا جدول المقارنه من شويه كتبناه في الاكيوت ولا في كرونيك؟ في كرونيك. اذا الليمفوسايت سين ان كرونيك انفلاميشن، بتيجي في الحالات اللي ايه؟ التهابات المزمنه. ولكن لو نفتكر زمان ايام الهيستولوجي كنا بندرس ان الليمفوسايت نوعين، في نوع عندنا اسمه بي ليمفوسايت وفي نوع عندنا اسمه تي ليمفوسايت. التي ليمفوسايت مسؤول عن حاجه اسمها سيلولار اميونيتي. يعني ايه سيلولار اميونيتي؟ يعني البكتيريا او الفيروس لما بيخش جسم الانسان التي سيلز بنفسها هي بتروح تهاجم الفيروس. بنفسها هي بتروح تهاجم البكتيريا. عشان السيلز بنفسها هي اللي راحت سمينا هذا الاميونيتي او هذا المناعه باسم سيلولار، يعني السيل هي اللي راحت.
في نوع تاني من الليمفوسايت عندي اسمه ايه نوع تاني؟ بي ليمفوسايت. البي ليمفوسايت بيعمل حاجه اسمها هيومرال اميونيتي. اسمها ايه؟ هيومرال اميونيتي. يعني ايه كلمه هيومرال اميونيتي؟ نعم هتفهم حاجه؟ بيخش ولا مالي يعني مش فاهم حاجه لغايه دلوقتي يعني احنا قبل ما يخش هو انا مش فاهم حاجه انت فين؟ هذه محاضره مش عارف. الليمفوسايت يبقى عرفنا ان في حاجه اسمها تي ليمفوسايت والنوع الثاني اسمه ايه بقى؟ بي ليمفوسايت. ايه قصه البي ليمفوسايت؟ البي ليمفوسايت لما بتيجي تستخدم في المناعه بتشتغل في المناعه زمان كنا بنقول انها بتفرز حاجه اسمها الانتي بوديز. يعني هل البي ليمفوسايت هي اللي بتروح تهاجم او هي اللي تدافع عن الجسم؟ لا، هي اللي بتعمل ايه؟ تطلع انتي بودي، والانتي بودي هو اللي يروح عشان يبدا يهاجم. ولذلك هنسميها باسم هيومرال اميونيتي. يعني يا جماعه مش بنروح نقعد نقطع الحضره كل شويه، عايز يدخل يدخل، بس مش كل شويه حد عمال يخبط. يلا اتفضلوا. لا يتفضلوا خلاص بس عشان الوقت، بس هم عاملين كل شويه عبد الواحد عمال يخبط طالع المحاضره. لا خلاص بس يلا عشان الوقت والله. ده يعني هم جايين متاخرين نص ساعه ميعاد المحاضره وعاملين يخبطوا. انا مستغرب بيعملوا ايه؟ وليه ما يخش معاكم اصلا يعني؟ نص ساعه تاخير هعمل صوت يا ترى مش معنى جاي متاخرين كان بيتكلم كمان صوت معايا عايز اكمل حضرتك يبقى البي ليمفوسايت هتعمل نوع ثاني من الاميونيتي اسمه ايه عندنا بقى؟ هيومرال اميونيتي. ليه سميناها هيومرال اميونيتي مش سيلولار؟ مش هي بنفسها اللي راحت. ما هي لو بنفسها اللي راحت انت سميتها سيلولار. اللي حصل معايا انها طلعت انتي بودي، الانتي بودي هي اللي راحت وهي اللي بدات تحارب عندك. لا احنا اقعد على طول من غير حرب، انت اصوات. اقعد على طول. ما حدش يتحرك. جه متاخرين احفظوا المحاضره. طيب كده خدنا النوع الثاني من الخليه اللي هي الليمفوسايتس. النوع رقم ثلاثه اللي موجود عندنا الخليه اسمها ايه بقى؟ بلازما سيل. افتكر معايا انا ما خدناش من شويه في جدول المقارنه. حطيناها في الاكوت ولا في الكورونيك؟ في الكورونيك. طيب ليه حطيناها في الكورونيك؟ لان البلازما سيل علاقتها بانهي خليه؟ البي ليمفوسايت. فاهم الهيستولوجي؟ البي ليمفوسايت. قال لا يعني البي ليمفوسايت مسؤول عن اميونيتي اسمها ايه؟ هيومرال اميونيتي اللي هي بتطلع انتي بودي. يبقى البلازما سيل هي نفس الوظيفه. لان البلازما سيل والبي ليمفوسايت كلهم نفس الاورجن. كلهم نفس الفكره. ولذلك البلازما سيل لازم اقول معلومه انها سيل في اي نوع انواع الانفلاميشن؟ الكرونيك. وده على حسب جدول المقارنه اللي خدناه بالتفصيل من شويه، صح كده؟ ده مش كده وبس، اقدر اقول لكم ان البلازما سيل سكريت يعني بتفرز ستور وبتخزن مين؟ الانتي بودي. ليه؟ لان البلازما سيل فورمت فروم بي ليمفوسايت. قال لك ما البي ليمفوسايت اللي خدناها من شويه اللي كانت بتطلع انتي بودي، ما البي ليمفوسايت هي اللي تتحول ويبقى اسمها بلازما سيل. ثم البلازما سيل هي اللي تبدا تطلع وتخزن مين؟ الانتي بودز. تمام كده؟ ولذلك يبقى لما اجي اسال سؤال واقول هي البلازما سيل تتبع انهي نوع من انواع الاميونيتي؟ السيرو ولا الهيومرال؟ الهيومرال اميونيتي. هو ده كده صح؟ صح. هي تبع البي ولا تبع التي؟ البي. والبي تبقى ايه؟ هيومرال. تبقى البي البلازما سيل تبقى ايه؟ هيومرال. صح؟ هو الكلام ده مكتوب عندكم في الورق؟ عشان لما جيتك في الامتحان تقول لي اصل بره الورق. ما احنا عايزين واحد بيفهم شويه حافظ. تمام؟ انتوا دخلتوا الماده الكبيره بقى. اهلا بيكم في الباثولوجي، فاهميني؟ فما فيش حاجه اسمها ايه اصل مش بنص. لا ده عايز واحد يعني لو دماغه رايحه جايه في المنهج. ركز مع بعض شويه، فهمناها؟ تقعد في البيت تفكر كده في كل معلومه. هي ديت علاقتها ايه باللي قبلها؟ يبقى قبلها دي تجيب ديت وتجيب بعديت. نرجع تاني خلية رقم أربعة، الخلية اسمها إيه؟
هيستوسايت ليها اسم تاني حد فاكر؟ ماكروفاج صح. يبقى وظيفتها فاجوسايتوزيس. كلام محترم. يلا نفتكر مع بعض. هي كتله ولا كرونيك؟ كرونيك خدناها في المقارنة صح؟ ده احنا مش كده وبس، ده احنا قلنا في الكرونيك انفلاميشن ان بيبقى الهيستوسايت ماركت بكميه كبيره، فاكرين؟ ولذلك الهيستوسايت هي وان اوف ذا ماكروفاجز. ليه؟ لان احنا خدنا زمان في الهيستولوجي ان الماكروفاج نوعين، يا ماشيه في البلد اسمها مونوسايت، يا موجوده في التشو اسمها هيستوسايت. ولذلك الهيستوسايت هي وان اوف ماكروفاج مع مين؟ مع الهيستوسايت، وكلهم على بعض نوع من انواع خلايا اسمه ار اي اس ريتيكولار اندوثيليال سيستم. ار اي اس اختصار كلمه ريتيكولار اندوثيليال. هتقولي يعني ايه كلمه ريتيكولار اندوثيليال سيستم؟ ده عباره عن سيستم موجود في جسم الانسان مسؤول عن الاميونيتي. فهمنا حاجه؟ الليمفينود مسؤول عن الاميونيتي تبع الار اي اس، الاسبلين مسؤول عن الاميونيتي تبع الار اي اس، فايمنز جلاند مسؤول عن الاميونيتي تبع الار اي اس. او ريتيكولار اندوثيليال سيستم دي مجموعه اورجانز كلها مسؤوله عن ايه؟ واحتاجوا طبعا مديول خاص بالاميونولوجي يحتاجوا الكلام ده بالتفصيل وتركيبها في شكلها وانواعها ووظائفها وقصه الايمنولوجي كبيره فيها. يبقى الهيستوسايت والماكروفاجز كلها علشان هي نوع من انواع الايمنيتي فيتتبع تشو اسمه مين؟ ار اي اس او ريتيكيولار اندوثيليال سيستم. ايه وظيفه الهيستوسايت؟ اظن اول وظيفه احنا عرفناها اللي هي مين؟ فاجوسايتوزيس. حد فاكر هي لما تعمل فاجوسايتوزيس في الانفلاميشن هتعمل فاجوسايتوزيس لايه؟ هتاكل البكتيريا فيروس فريم بودي، هتاكل ميكروتيك تيشو خلايا ميته. يعني هي بتقوم بعمليه ودي قلتها لفظ امبارح في محاضره امبارح بيسموها سكافنجر، يعني الكانسه جايه تكنس جايه تنظف جايه تشيل. ليه؟ عشان تقوم بالوظيفه رقم اثنين بريبير دامج للتيشو فور ريبير، يعني التيشو اللي اتدمر اثناء الانفلاميشن هي بتجهزه عشان اخش في مرحله الايه؟ الريبير. يعني ايه الريبير؟ الاصلاح. الريبير ده الشابتر رقم 2 اللي بعد الانفلاميشن. ما انا بعد ما اتكلم عن الانفلاميشن ان التيشو اتدمر لازم اخد الشابتر بتاع الريبير ازاي اصلحه. تمام كده؟ يبقى ده بجهز عمليه الريبير باستخدام الماكروفاجز اللي هي الهيزيو سايتس. الخليه رقم 5 خليه سمعنا عنها زمان في الهيستولوجي، خليه اسمها ايه؟ ماست سيل. حد يفتكر الماس سيل بتطلع ماده اسمها ايه؟ هيستامين والهيبارين. الاتش اتش الهيستامين والهيبارين، فاكرين الكلام ده؟ طبعا ولذلك الماس سيل هي خليه دائما تاني دائما بلاقيها مع حالات الالرجي الحساسيه. لان لازم نبقى احنا عارفين ان دائما الحساسيه اللي مسؤول عنها ماده مين؟ الهيستامين. ما هو طبعا اي واحد يجي له حساسيه يروح للدكتور يقول له هديك حقنه انتي هيستامينك. اديك ادويه او راس انتي هيستامينك. يعني ايه انتي هيستامينك؟ يعني مضاد الهيستامين، مضاد الحساسيه. والهيستامين هي دي الماده اللي بتطلع منين؟ من الماست سيل. اذا الماست سيل دي لما الاقيها في انهي نوع من انواع الانفلاميشن؟ حساسيه. الرجيك انفلاميشن. اي التهاب فيه حساسيه. يبقى اي التهاب فيه حساسيه تلاقي معاه خليه اسمها مين؟ ولذلك الماست سيل سين ترى في الالرجيك رياكشن. في اي رياكشن فيه حساسيه. ليه؟ لان اهم حاجه بتطلعها هي ماده مين؟ السيروتونين. ده كميه قليله. ليه السيروتونين ده غالبا بيطلع من البريتلت والكلام ده؟ انا اهم حاجه يطلع عندي مين؟ السمين. اساس الليله كلها واساس الحساسيه كلها. طيب الخليه رقم 6 عندي اسمها ايه؟ الزيروفيلز. اسمها الزيروفيلز. طيب ركز معايا في الزيروفيلز ايه القصه بتاعتها؟ الايزينوفيلز بشوفها في حاجتين بس، يا اما الرجيك انفلاميشن مع الحساسيه. هتقولي بتشوفها مع الحساسيه يبقى اكيد بتشوفها مع خليه مصلي. كلام جميل، فهمت حاجه؟ او بلاقيها مع البارازيتك انفلاميشن. هتفهم يعني ايه بارازيتك انفلاميشن؟ يعني اي انفلاميشن او التهاب سببه بارازايت فايرت. طبعا لسه هتاخدوا انتوا طبعا يمكن كمان شهرين ولا حاجه هتاخدوا الباراسيتولوجي. ادي ده نوتفايلات وقصصها وانواعها واشكالها ايه وتقسيماتها ايه وحواراتها يعني. وهتعرف وقتها وانت بتدرس البارازايت ان اي بارازايت دايما معاه كلمه ايه؟ ايزينوفيليا، ان في زياده في الايزينوفيل. في بارازايت يبقى معاه مارك ايزينوفيليا ومودرن ايزينوفيليا ولوز اللي هم دايما اي بارازايت تلزق معاه مين؟ الايزينوفيل. يبقى الايزينوفيلز ترى في حالتين مع
مع الالرجي ومع مين يا جماعه؟ يبقى نحفظ هذه الجمله كويس. يبقى لزينو فيل سين ان الرجيك اند بارازيتيك انفلاميشن. طيب النقطه رقم 7 والسيل الاخيره اللي موجوده عندنا خليه اسمها ايه؟ جاينت سيل، الخلايا العملاقه. تاني كلمه جاينت سيل الخلايا الايه؟ هتقولي ما سمعناش قبل كده، يعني ايه كلمه خليه عملاقه؟ واضح من اسمها ان في معلومتين مهمين. اولا جاينت سيلز يعني خليه حجمها كبير، دي كده عملاقه. رقم 2 ان بتبقى الخليه فيها مالتيبل نيوكلياي، فيها اكثر من نواه مش نواه واحده. تاني يبقى لما اقول ان السيل دي جاينت عملاقه المقصود بيها ايه؟ السايز كبير والنيوكلياي فيها كتيره، لدرجه ان في خليه في جسم الانسان مثلا سمعتوا عنها خليه اسمها اوستيوكلاست، الخليه بتاكل العظم. الخليه ديت السيل الواحده جاينت سيل عملاقه. في الكتب دايما يقول لك الوان سيل اوف اوستيوكلاست ممكن تلاقي فيها مور ذان 100 نيوكليار، اكتر من 100 نواه في الخليه الواحده. انت فاهم يعني ايه كلمه جاينت سيلز؟ بص هذه المعلومه ان جاينت سيل. طيب احنا في جسمنا هل في جاينت سيل؟ اه خليه الاوستيوكلاست بتاعت العظم دي موجوده في جسمنا طبيعي، اتس ا جاينت سيل. البليتلت سمعتوا عنها؟ ايه البليتلت دي؟ الصفائح الدمويه. الصفائح الدمويه هي علم خليه صغيره قوي، فلفوزه صغيره جدا بس بتطلع من خليه كبيره موجوده في البون مارو اسمها ميجا كاريوسايت، دي خليه كبيره جدا جدا وعملاقه في البون مارو اللي بتطلع مين؟ البليتلت. يبقى انا طبيعي في جسمي نورمال جاينت سيلز ولا لا؟ في، بس مش ده اللي انا عايزه. ليه مش ده اللي انا عايزه؟ انا مش جاي اشرح النهارده النورمال جاينت سيلز، انا جاي اشرح الانفلاماتوري جاينت سيلز. عايز تفهم حاجه؟ الجاينت سيلز اللي خاصه بالايه؟ بالالتهابات، مش ده اللي عمال نشرح السيلز الخاصه بالانفلاميشن. هتقول لي طيب يعني ايه جاينت سيل خاصه بالانفلاميشن؟ مش فاهم الجمله، تقصد بيها ايه؟ تاني مش احنا خدنا من شويه خليه كبيره موجوده في حالات الكرونيك انفلاميشن اسمها ماكروفاج او هيستوسايت؟ صح؟ يقول لك ايه بقى؟ في بعض انواع الكرونيك انفلاميشن. تاني ها في بعض انواع الكرونيك انفلاميشن تقوم الماكروفاج دي تتحد مع بعضها. يعني كل ثلاثة أربعة ماكروفاج يمسكوا في بعض فيديني ايه؟ جاينت سيل. قال لا يبقى امتى تتكون الجاينت سيل؟ في الاكوت ولا في الكرونيك؟ لا مش في الكرونيك، في السام كرونيك. هتفهم الكلمه دي جت ازاي؟ ايه؟ في بعض انواع الكرونيك مش كل الكرونيك. خلي بالك الحاجات دي مهمه جدا هي مش هزار. ولذلك الجاينت سيل يقول لك اول جمله ايه بقى؟ سين بيورا في السبيسيفيك كرونيك انفلاميشن. يبقى في كل الكرونيك ولا السبيسيفيك بس؟ طب حد فاكر السبيسيفيك زي مين؟ ده انا قلت عليه ثلاث امثله دلوقتي. ها؟ تيوبركلوزس سيفلس بالهرسيا، مش ده الامثله اللي كتبناهم دلوقتي صح؟ وقلت لكم بالذات ليه اسمهم سبيسيفيك؟ تحت الميكروسكوب له شكل معين. ايه بقى الشكل المعين؟ هو شكل جاينت سيل، لان كل مرض من الثلاثه له جاينت سيل مختلفه غير الثانيه، وفي امراض ثانيه اكتر كل سيل او كل مرض له جاينت سيلز مختلفه. هنا القصه اللي ماشيه ازاي؟ كان كله متتابع مع بعض. ولذلك ايه وظيفه الجاينت سيل؟ سؤال، هي الجاينت سيل كان اصلها مين؟ ماكروفاج. اللي هي وظيفتها؟ فاجوسيتوز. يبقى الجاينت سيلز الطبيعي تكون وظيفتها ايه؟ فاجوسيتوز. فهمتوا ان الكلام كله جاي ورا بعضه؟ متتابع؟ ده مهم جدا. فاهمين؟ كمل. عشان كده كان يا ريت كنتوا جايين سامعين محاضره امبارح. كفايه معاكم كتير. ازاي بيتكون الجاينت سيل؟ قلنا هيتكون من مين؟ من الماكروفاج. يقول لك والله انا عندي احتمالين، ايه الاحتمالين دول؟ تيجي لي 1 2 3 5 10 ماكروفاج يتحدوا مع بعض يديني جاينت سيل. مش ده احتمال قلناه من دلوقتي؟ في احتمال تاني، يقول لك ايه؟ حد يفهم معايا كده؟ وين ماكروفاج؟ يبقى انا عندي كام سيل؟ واحدة بس. حصل لها الآتي: نيوكليار ديفيجن وذاوت سيتوبلازمك ديفيجن. حد فيهم حاجة؟ يبقى عندي كام سيل؟ خليها واحدة. النواة بتاعتها بدأت تنقسم، يعني بدل ما جاي النواة بقت اثنين واثنين بقى أربعة وأربعة بقى ثمانية،
عمالين يزيدوا يزيدوا وسيتوبلازم عمال ما ينتسبش، عمال يكبر معاهم، بيكبر يكبر يكبر، والنواه بس اللي بتنقسم من غير سيتوبلازم. ففي النهايه يديني برضو ايه؟ جاينت سيلز، خليه حجمها كبير وفيها مالتيبل نيوكليات. ولذلك لما اجي اقول مما تتكون الجاينت سيل يقول لك فيوجن اتحاد الهيستوسايتس والمونوسايتس يعني الماكروفاج مع بعضها، او نيوكليار ديفيجن وداوت سيتوبلازم ديفيجن. فهمناها؟ ان انت عندك وان سيل خليه واحده، مين اللي اتقسم معايا؟ النيوكليوس وليس السيتوبلازم. طيب انواع الجاينت سيل، اظن قلنا ان في عندي نورمال جاينت سيل موجوده في جسمنا. حد فاكر ايه؟ اوستيوبلاست اللي موجوده فين؟ البور. ان شاء الله لما ناخد شابتر الريبير، تذكر الشابتر جاي اسمه ريبير، هندرس فيه حاجه مهمه، ريبير والبون فراكشر، العظمه لما تتكسر ازاي تتصلح لوحدها وازاي تشتغل. هنفهم يعني ايه اوستيوبلاست ساعتها ودورها بيعمل ايه، مهم قوي نعرف اوستيوبلاست وقتها. خليه ثانيه، حد يفهمني بقى الفكره دي بتاعت ايه؟ ميجا كاريوسايت دي في البون مارو اللي بتطلع مين؟ بليتلت. خدت بالك من اسمها ميجا؟ يعني ايه ميجا؟ كبيره يا جاينت سيلز، اسمها ميجا كاريوسايت دي اللي بتطلع دي نورمال. خلي بالك ده اسمها نورمال جاينت سيل. هل هذه الخلايا ليها اي علاقه بالانفلاميشن؟ لا لا. طيب في عندي خلايا ثانيه اب نورمال جاينت سيلز زي، وركز معايا في كل اللي هقوله. خليه اسمها فورين بودي جاينت سيل. يعني ايه فورين بودي جاينت سيل؟ عارف لو واحد دخل في جسمه فورين بودي، تقول لي يعني ايه دخل في جسمه فورين بودي؟ مش فاهمها. بسيطه، يعني لو دخل مثلا شوكه صغيره او خشبه صغيره دخلت في ايدك مثلا وانت ما عرفتش تطلعها، يوم يعمل فيها التهاب وممكن بعد فتره يعمل مديول او حبايه مكانها. لو شفتها تحت الميكروسكوب هتلاقي فيها جاينت سيل، اسمه فورين بودي جاينت سيل. يعني جاينت سيلز جت نتيجه وجود فورين بودي. فهمنا حاجه؟ ده كوريك انفورميشن. تمام؟ طيب حاجه ثانيه، لانج هاندز جاينت سيل اسمها ايه؟ لانج هاند جاينت سيل. اكتب لي جنبها او فوقها كده تيوبركلوزس. يعني ايه تيوبركلوزس؟ الضرر. يبقى اللانج هاند جاينت سيل بتظهر في حالات مين؟ التي بي. طبعا ما احنا لسه قدام هناخد التي بي بالتفصيل وهنسمعها مره ثانيه ونعرف شكلها وتركيبها وفيها كام نواه وشكلهم عاملين ازاي، بس من دلوقتي علشان بعدين تفتكرها، هتعرفها بعدين، بس من دلوقتي انت عارف اللانج هاند جاينت سيل موجوده في مرض مين؟ التي بي او مرض الضرر. اشوف جاينت سيل اسمها ايه؟ اشوف جاينت سيل. اكتب لي اسمها فوقها، الروماتيك فيفر. حد سمع عن حاجه اسمها الروماتيك فيفر؟ الحمى الروماتيزميه، مرض مشهور في الاطفال وبيأثر على القلب وبيأثر على المفاصل وقصه وحوار. الروماتيك فيفر دايما بيتكون معاها حاجه اسمها اشوف مديول واشوف جاينت سيلز، لان الروماتيك فيفر نوع من انواع الكرونيك انفلاميشن، التهابات المزمنه، هو اوتو اميون ديزيز وبتاعه قصه. تيومر جاينت سيلز، في بعض انواع الاورام نلاقي فيها جاينت سيلز كبيره اسمها تيومر جاينت سيل. اشهرها خلية اسمها هودجكين جاينت سيل. اسمها ايه؟ هودجكين جاينت سيل. هودجكين جاينت سيل ده خلية ورمية بتظهر في ورم بنفس الاسم، يبقى اسمه ايه؟ هودجكين ليمفوما. حد يعرف ما معنى كلمة ليمفوما؟ ده ورم سرطاني يحصل فين؟ في الليمف نود. من اسمه ليمفوما يعني في الليمف نود، بس اسمه بنفس اسم العالم، عالم هودجكين. او السير توماس هودجكين ده بريطاني جنسيه في القرن 19 هو اللي اكتشف الورم، قصته يعني اسمه هودجكين جاينت سيلز. يبقى لازم نعطيها امثله، وكل دي امثله للجاينت سيلز الابنورمال، في منها خاص بالانفلاميشنز وفي منها خاص بالتيومرز. عايز اقول لك ان الجاينت سيلز لما تشوفها تحت الميكروسكوب دليل على انك انت حاجه ابنورمال، ممكن يكون الابنورماليتي دي جاست كرونيك انفلاميشن او ايفن تصل لانها تكون مالجنت سرطانات. فوجود جاينت سيلز ده حاجه مش هينه، مش سهله كده ان انا الاقي جاينت سيل واعديها. دي عاديه بالنسبه لنا حاجه كبيره. فهمنا ايه السيلز بتاعت الانفلاميشنز؟ عرفنا جدول القاهره بين الاكيوت والكرونيك عباره عن ايه؟ فهمنا الكرونيك وتقسيمته وانواعه، كل ده مهم جدا بالنسبه لنا شرحناه من الاول. سريعا كده مثلا ده بلاد فيسل اهوت. شايفين الخليه الكبيره ديت؟ اللي فيها كذا نواه دي اكيد اسمها مين؟ جاينت سيلز. جاينت سيلز. شايفين الخلية المدورة اللي فيها نواة على جنب؟ بلازما سيل. بلازما سيل. الخلية الصغيرة أوي 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 اللي فيها نواة في النص
دي دايما الليمفوسايت تبقى دايما صغيره ومدوره وفيها نواه مدوره برضو واخده الخليه كلها يعني. كان زمان بتاع الهيستولوجي. دي ماكروفاجز اللي بتتعد مع بعضها عشان تبقى ايه؟ جوينت سيلز. ولكن ما ننساش ان مع الكرونيك انفلاميشن توجد عندي خليه صغيره اللي على اليمين دي فاكرينها؟ اللي هيبقى عندها وقت انها تعمل فيبروزس. ولذلك الانفلاميشن الاكيوت فيه فيبروزس؟ لا 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 فاكرين؟ قلناها وشرحناها وفهمناها تمام كده؟ فكده فهمنا ايه هي السيلز بتاعت الانفلاميشن الاكيوت وكرونيك والانواع بتاعتها والتايبس بتاعتها. هنتكلم على موضوع جديد او عنوان جديد عندنا بقى. العنوان اللي جاي ده كتب كتيره ومراجع كتيره بتحط شطه لوحده. يعني كتب كتيره بتعتبر ان الانفلاميشن كده خلص. وهنتكلم بقى على موضوع جديد خالص ملوش اي دعوه بالانفلاميشن. موضوع لوحده. برغم ان هو في الكتب بتاعتنا كتب الطلبه بيوضع مع الانفلاميشن الا ان هو يعتبر جزء مستقل. العنوان ده الجديد عندنا اسمه ايه؟ Complications of bacterial infection. ده العنوان بتاعنا. اسمه ايه بقى؟ Complications of bacterial infection. معنى العنوان ان انا لا اتحدث عن الفيروس بيعمل ايه؟ ماليش دعوة البارازايت بيحصل ايه؟ ولا حتى الفانجس الفطريات. انا بقول لو في بكتيريا داخل جسم الانسان اكيد هتعمل inflammation اكيوت او كرونيك على حسب قوة البكتيريا. صح ولا لا؟ انا سؤالي هي البكتيريا دي لو استمرت عندي ممكن تعمل مشاكل ولا لا؟ تعمل كومبليكيشن مشاكل. ايه احتمالات هذه المشاكل؟ ممكن الكومبليكيشن بتاعت البكتيريا تكون كومبليكيشن تافهه ولا انت اصلا تحس بيها، وممكن تصل انها تكون قاتله وتموت المريض في اقل من ساعات. ما كل ده يعتمد على البكتيريا وقوتها ونوعها ومكانها، هي عملت التهاب فين وطلعت توكسين وسموم ولا لا، والسموم دي قوتها قد ايه؟ حوارات هنتكلم عنها. ولذلك هفترض ان البكتيريا اللي داخل جسم الانسان مشت في الدم. تاني مين مشي في البلط عندنا؟ بكتيريا. بكتيريا وكانت ضعيفه وما عملتش اي اعراض ولا ليها اي لازمه هسميها بكتيريميا. شفت النقطه رقم 2 دي اسمها ايه؟ يبقى معنى كلمه بكتيريميا ان مين ماشي في البلط؟ بكتيريا. بكتيريا عنيفه ولا لا؟ لا. بتعمل اعراض ولا لا؟ لا. تقول لي هو ده ممكن يحصل عندنا؟ طبيعي عادي. يعني انت لو عندك شويه التهاب في اللوز مش حارتك بتعلى حبتين؟ ليه؟ اتاري البكتيريا بتمشي في الدم مثلا مع شويه كيميكال سبستانس معاها وتتعب شويه جسمها، بس انت مش حاجه سهله. عارف لو واحد عنده سنه مسوسه هل في مشكله عندك غير السنه ولا السنه بس؟ بس ده مش معناها ان الدنيا عندك سليمه. تاكد ان البكتيريا اللي موجوده في الماوس كافيتي داخله في الدم عندك وماشيه زي الفل وبتعمل كل حاجه، بس مش حاسس حاجه تافهه ضعيفه. يعني وجود البكتيريا ان بلاد بدون اي اعراض وتافهه مالهاش اي لازمه هسمي هذه الظاهره باسم ايه؟ بكتيريميا. تمام؟ طيب افترض مثال تاني. لو انت عندك بكتيريا وهذه البكتيريا طلعت توكسينز، يعني ايه توكسينز؟ سموم. وهذه السموم هي اللي مشت في الدم، يبقى تاني مين اللي مشي في البلاط؟ البكتيريا ولا التوكسين؟ في الحاله دي اسميها توكسينيا. فهمنا حاجه؟ تاني يبقى البكتيريا بس ماشيه في البلاط اسميها بكتيريميا. توكسين بس ماشيه في البلاط، وطبعا وجود التوكسين في البلاط ده شيء خطير ممكن يبقى قاتل على حسب عنف وقوه التوكسين. في الحاله دي اسميها ايه؟ توكسيميا. طب تعالى نجمع الاثنين مع بعض. هل فهم حاجة؟ بكتيريا عنيفة وقوية مشت في الدم وطلعت كمان توكسين عنيف ومشي معاها في الدم، يبقى مين في البلط عندي؟ بكتيريا وتوكسين والاثنين فين ولا لا؟ دي اسمها سيبتيسيميا. وسيبتيسيميا من الحاجات القاتلة. اتحاد البكتيريا مع سيبتيسيميا. اسمها سيبتيسيميا. تاني يقول لك ايه ده عيان ده جاله تسمم في الدم ومات. تسمم في الدم ده ممكن نطلقه على كلمة توكسيميا، بس يعني ممكن يموت او ما يموتش، بس سيبتيسيميا اكيد هيموت. قوي. ولذلك تلاقي عندنا هنا السيبتيسيميا على طول لو جاي مريض عندنا في المركز الطبي بسيبتيسيميا لازم على طول على الاي سي يو او سي سي يو، لازم في العنايه المركزه. نشوف هنتعامل معاه ازاي ومضاد حيويه ايه ونعمل له مزرعه للدم نشوف ايه البكتيريا اللي ماشيه من هنا الدنيا وايه التوكسينز ماشيه عنده، وعلى بال ما نصل للتشخيص يكون العيان ايه؟ الله يرحمه. مش هزار ده بجد. كل يومين ثلاثه مات مات مات. واحده كانت بتولد وماتت بعدها ليه؟ اصلها جالها تسمم اثناء الولاده ومش بس. كتير جدا. مش عيب دكتور ولا حاجه، لا هي جت كده. ليه؟ اصل مش عارف في
حاجه موجوده ستايل قديم ان في مثلا ايه واحده تيجي تولد لازم تولد في البيت ولازم تجيب مش عارف مين يولدها في الدنيا لما تبوظ خالص والانفكشن يعني خربت يجيبها المستشفى هي بتموت بقى بعد ما جالها سيبتسيميا بتسمم في الدم والدنيا خربت يعني فده اللي بنشوفها كتير بصراحه بنشوفها كتير جدا يعني فده مثلا كلمه سيبتسيميا خلي بالك انا لسه كل نقطه هشرحها بالتفصيل انا بس اقول الفرق العناوين اللي بنتكلم عنها العنوان الرابع هتلاقوا فيه عنوان انا سبته في الاخر العنوان اسمه ايه؟ بايميا واللي حضر معايا امبارح اللي كنت سمعت محاضره امبارح كنت قلت مقطع بايو دي واي ده بايو معناها بس صديد بس صديد كنت نمت شويه حد فاكر ابو الصديد ده بيجي لما اني خليه بتموت؟ البوليمورف اللي كانت اول خليه من السيت بتاع الانفلاميشن بيجي لما قلت وين باي بس سيل فاكرين؟ طيب تمام يبقى هنا البايميا معناها ان في بكتيريا قويه وفي بص صديد والصديد بدا يمشي في الدم ويعمل ابسس خروج في كذا منطقه الموضوع كبير وقاتل كمان طيب تعال نبدا مع بعض اول حاجه هتكلم عنها ومين يا جماعه توكسيميا حد فاكر توكسيميا مين بيمشي في الدم مين توكسين بس توكسين ليش سموك يا خطب كبرنا بقى نتكلم انجليزي تمام يبقى ما معنى كلمه توكسيميا هو سيركوليشن اوف بكتيريا توكسينز ان بلاد ستريم واضحه يبقى مين اللي ماشي في البلاد عندنا توكسين مي بي مايل ممكن يكون الموضوع بسيط ويتعالج بسهوله ممكن يكون سيفير يعني الموضوع عنيف جدا اور ايفن فيتال او قاتل يعني في انواع توكسينز فعلا قاتله وبسرعه فوق مما تتخيل اسرع مما تتخيل اكوردنج لايه يعني انت تبقى مايلد او سيفير او فيتال ده اكوردنج لايه قالك والله اكوردنج للفيرينس اوف اورجانيزم اند ذير نمبرز هو الاورجانيزم او البكتيريا هل هو فيرولنت ولا ليس فيرولنت فاكرين عليه كلمه فيرولنت عنيف قوي حسب قوه هذا الاورجانيزم والنمبر بتاعه وعدده يعني واضح كل ما هيزيد عدد الاورجانيزم كل ما الموضوع هيبقى اسوء هيبقى مور سيفير ريزيستنس اوف بيشنت مدى المقاومه والمناعه بتاعت المريض ما انت لو ادخله شويه توكسين خايبين وهو ما عندوش مناعه هيموت مش محتاج يعني المقاومه نفسها لها دور صح يبقى ده على حسب الاساس ممكن نشوف القصه دي ولذلك انا ممكن اقسم التوكسيميا الى نوعين او نوع اسمه عندنا اكيوت توكسيميا حد فاكر وانا عدتها من شويه يعني ايه كلمه اكيوت يعني ايوه شورت اونست وشورت ديوريشن رابيد اونست ديوريشن يعني التوكسين جت بسرعه وموتت بسرعه او انهت على العيان بسرعه او قضت عليه بسرعه دي نسميها اكيوت ايه توكسيميا بمعنى اشهر بكتيريا بتطلع توكسينز ودي انا شرحتها امبارح في محاضره امبارح بالتفصيل كانت الدفتيريا وده نوع من انواع البكتيريا العنيفه او القويه اللي بتيجي في الابر ريسبيراتوري تراك وبتعمل ممبرينز وبتدمر ونيكروزس وتخنق المريض تخنق الطفل وبتطلع توكسينز وتوكسين تخش في الدم وتموت قصه كده هنشرحها بالتفصيل في محاضره امبارح الدفتيريا من الحاجات القاتله الكوليرا سمعتوا عنها سمعت عن الكوليرا قاتله يقول لك لما تحصل كوليرا في اي حته بيموت العيان العيان بيموت من التوكسين والسيفير دايريا الاسهال الرهيب اللي موجود عند الطفل لدرجه انه بيحصل له ديهايدريشن جفاف عمال يفقد في ميه ومهما اديته في ميه ما بتعوضش عشان كده بيموت من الديهايدريشن والتوكسينز باسيلاري ديزنتري شرحتها امبارح بالتفصيل يعني كلمه ديزنتري دي على العموم نوع من انواع البكتيريا بتعمل التهاب في اللارج انتستين في اللارج انتستين في الكولون بس عيبها انها بتطلع سيفير توكسينز هي كمان زي الدفتيريا بالظبط خلينا في شرح عرض امبارح شرحها بالتفصيل مع الدفتيريا ايه اللي حصل معايا ان اي نوع من انواع هذه البكتيريا وهذه الامراض هتطلع ايه توكسين تخش على فين فاستو سيركيوليشن هتخش على سيركيوليشن هتخش سيركيوليشن افكت تاثر على باركيمتس اورجان وهنا نقف شويه ما معنى كلمه باركيمتس اورجان باركيمتس اورجان معناها الاورجان في جسم الانسان ثاني المصمطه هتفهم يعني كلمه مصمطه يعني مفيش فراغات يعني التيشو بتاعها مش مخرج يعني مفيش تقول لي اصل اللنج تيشو برينكيما يعني برينكيماتس اورجان يعني مليان فراغات هواء فاهمني بس تيجي تقول الليفر برينكيماتس البرين برينكيماتس الكيدني برينكيماتس
الوول بتاع الهارت، مش الهارت على بعضه عشان في تجاويف، الوول بتاع الهارت عضله القلب نفسها برانكيماتس. ليه؟ لما يبقى التشو مصمت وماسك في بعضه يطلق عليه كلمه ايه؟ برانكيماتس. التوكسين بقى لما تمشي في البلط تروح على البرانكيماتس اورجان. مين اشهرهم؟ هارت، ليفر، كيدني، برين، كل الحاجات دي افكتد. تعمل فيها ايه؟ كلاودي سويلنج، يعني هذه الخلايا تتملى ميه. دي معنى كلمه ايه؟ هتقولي هو كلاودي سويلنج معناها كده؟ لا، ما انت ما تستعجلش، لان هي يومين وانا هشرح كلاودي سويلنج ده بالتفصيل. يعني كل الحاجات دي كده لسه ده موضوع بالتفصيل ممل، وهنشرح يعني ايه كلمه كلاودي سويلنج، اللي هو يعني ايه الخلايا تتملى ميه، وازاي الاوزموتيك بريشر يخلي الميه تخش جوه السيل، والسيل يحصل لها سويلنج تتنفخ لوجود الميه اللي فيها، وتبقى كلاودي يعني عامله زي الغيوم مغيمه زي السحاب. فدي قصه اسمها كلاودي سويلنج، يعني دخول الميه جوه الخليه. فاتي تشينج او دخول الدهون جوه الخليه ليها قصه، امتى يخش الفات وامتى يخش الميه، دي ليها حوار هيتعرف بعدين. بس كل ده ممكن يعمله مين؟ التوكسين، يعني تدمر الخلايا لدرجه ان الخلايا يدخل فيها ميه او يدخل فيها ايه؟ فات. لو الموضوع سفير او التوكسينز قويه ممكن يكون الموضوع ايه بقى؟ فيتال، يعني فيتال قاتل، هيموت المريض. اشهر قصه في هذا الموضوع ان يكون اكيوت هارت فيلر، فشل حاد في الهارت، مش احنا قلنا بيتاثر على البرانكيماتس اورجن زي الهارت، فالهارت يفشل ويتدمر ويحصل له نيكروزس، خلايا تموت، يموت العيان مره واحده، يبقى اسمه اكيوت هارت فيلر. توكسيك مايوكاردايتس، حد يقول لي ما معنى كلمه مايوكاردايتس؟ انفلاميشن اوف يا مين قال عضله القلب دي؟ اسمها انفلاميشن اوف مايوكارديا، بلاش العربي يتقال خلاص، بالكم كام ماده بتدرسوا خلصت، اسمها انفلاميشن اوف مايوكارديا خلاص؟ ماشي تمام. مايوكارديتس طبعا المايوكارديوم لما بيحصل فيها انفلاميشنز طبعا هيأثر على الكونتراكتيفيتي، انقباض عضله القلب مثل الهارت، مش قادر يعمل كونتراكشن، مش قادر يشتغل كويس، هيموت العيان. طبعا سببها توكسيك، ولذلك سميناها توكسيك مايوكارديتس. ممكن تكون التوكسيميا مش اكيوت، تكون ايه يا جماعه؟ كرونيك. يعني ايه كلمه كرونيك؟ ايوه لونج ديوريشن وجرادوال اونست، يعني جاي على الميلاه واحده واحده واخد مده طويله عندنا. هتقول لي هو في اوقات التوكسين تاخد مده طويله؟ دي حقيقه عندنا ممكن التوكسين تاخد مده طويله، بس تعال نشوف الكلام الغريب اللي انا هقوله دلوقتي. الكرونيك توكسيميا المثال بتاعه مين؟ مش احنا خدنا التي بي او التوبركلوز من شويه، وقلت لكم ان كلمه تيوبركلوز او مرض الدرن ده نوع من انواع البكتيريا تخش اللنج تقعد شهر شهرين على ما تدي اعراض، وبعد ما يدي اعراض يقعد المريض يتعالج سنه سنتين، صح ولا لا؟ تكس طيب ده وقت طويل جدا جدا. لما تيجي تدرسه مايكرو بكتيريولوجي يجي يقول لك مرض التيوبركلوز او البكتيريا بتاعت التي بي دي من انواع البكتيريا اللي ما بتطلعش توكسين. ثاني مالها؟ هتقول لي اذا كانت هي دونت برديوس توكسينز يبقى انت ليه بتقول انها بتعمل توكسيميا؟ دي حاجه غريبه شويه. لا، الغريبه ان البكتيريا نفسها هي اللي بتمشي في الدم وبتدي اعراض زي التوكسيميا، ولذلك احنا مجازا سميناها كرونيك توكسيميا. ليه؟ لان دايما طلبه كتير لما بشرح القصه ديت يجي يفتح النت او يقرا او يشوف ايه توبركلوزز، يلاقي اول معلومه ان توبركلوز باسيلاي او مايكوبكتيريا توبركلوزز دونت برديوس توكسين. بيجي يسال السؤال المعتاد، هو ليه التي بي ما بتطلعش توكسين وانت بتقول انها بتعمل توكسيميا؟ ممكن كلام عكس بعضه يعني. لا، هي فعلا ما بتطلعش توكسينز بس بتعمل اعراض زي اعراض التوكسيميا. يعني ايه؟ تلاقي دايما مريض التوبركلوز او اللي عنده درن تلاقي على طول برولونج درايف اوف تمبريتشر، دايما الحراره عنده عاليه والمده طويله. كرونيك. تلاقي مريض التوبركلوزز دايما عنده انيميا ومزمنه لانه بيتاثر على البون مارو. تلاقي مريض التوبركلوزز دايما عنده لوس اوف ويت ولفتره صغيره تعمل يخس في الوزن بطريقه رهيبه، يعني تحس انه في تسمم عنده او في توكسينز هي عامله القصه دي. تلاقي عنده لوس اوف ابيتايت اند ويكنس، ملوش نفس ان هو ياكل وعنده هزال وجسمه ضعيف، كل ده من اعراض مين يا جماعه؟ التوبركلوزز. سؤال، هل التوبركلوز بيطلع توكسينز؟ لا، بس بيدي اعراض زي اعراض مين؟ التوكسيميا. ومشكلتها ان الاعراض بتاعته كرونيك، فاحنا مجازا سميناها كرونيك توكسيميا.
عشان ده الكلام ده موجود في الكتب الكبيره، ده مشروع انا بقوله ده خلاص. طيب بعد كلمه توكسيميا عندي ظاهره ثانيه، حاجه فاكر اسمها ايه؟ يعني ايه كلمه بكتيريميا؟ مين اللي ماشي في البلد؟ بكتيريا. بس مفيش توكسيد، وغالبا ما بتعملش اعراض، نادرا ما تعمل اعراض. اذا بكتيريميا سيركوليشن اوف مين؟ بكتيريا. فين؟ في بلاد ستريم وذاوت وبدون توكسيك مانيفيستيشن. مش فاهم توكسيد، وغالبا الموضوع بيبقى ليه بيحصل كده؟ لان غالبا دي بكتيريا ليس فيرولنت، ضعيفه، خايبه، مالهاش لازمه، يا دوبك بتخش الدم بكميه قليله، الماكروفاج بتبلعها بسرعه اللي ماشيه في البلد فبتقضي عليها، يعني النيورونز دايما مسيطره على البكتيريا، ولذلك مسمى هذه الظاهره باسم بكتيريميا. البكتيريا جايه منين؟ يعني مين اللي ممكن يجي له بكتيريميا؟ يعني هو انت ماشي في الشارع كده هيجي لك بكتيريميا يعني؟ قال لك ممكن سبت بونت، عارف يعني سبت بونت؟ انجرحت جرح صغير. الجرح ده متعرض للهواء، مش ممكن يخش فيه بكتيريا؟ اكيد البكتيريا دي هتخش على البلد، اكيد الماكروفاج هتيجي تبلعها وتموتها، بس كون انها دخلت البلد اسمها بكتيريميا. ما عملتش حاجه، ما عشان الماكروفاج موجوده، ما انت لو ما كانش عندك اميونيتي كانت عملت. فهمت حاجه؟ عشان بس هي وجودها بس في البلد يبقى اسمها بكتيريميا. ممكن يكون السبب سيبتك فوكس، عندك بؤره تسمم او بؤره بتطلع بكتيريا، زي الناس اللي عندهم التهابات في التونسلز. واحد عنده كرونيك تونسلايتس، التهاب مزمن مثلا في التونسل وعلى طول بتطلع بكتيريا وتخش في البلد. واحد عنده كرونيك ساينوسايتس، عارفين ايه ساينس؟ الجبل الانفيه، التهاب الجبل الانفيه المزمن دايما فيه بكتيريا ودايما ماشيه في البلد، وربنا يحميك ان في ماكروفاجس والدول تشتغل عليها، وإلا كانت الدنيا هتبقى مشكله كبيره. تمام كده؟ اهم حته ودي مهمه جدا 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 عندنا وركزوا فيها، افتر اكستراكشن اوف سيبتك توث. بعد الواحد ما بيشيل سنه مسوسه، هتقول لي مش فاهم، يعني انت عندك سنه مسوسه خلاص، رحت الدكتور حاول يعالج فيها كتير مش نافع فيها علاج، قرر انه ايه؟ هيشيلها. كويس؟ الدكتور يعمل ايه؟ الدكتور بتاع السنان قبل ما يشيل السنه لازم يسال المريض حاجه مهمه، عندك حاجه في القلب ولا القلب عندك سليم؟ تحس ان سؤال غبي. طب انت هتشيل سنه، انت مالك مال هارت في ايه؟ يعني برضه سؤال، لا مش سؤال غبي، انت دكتور شاطر. ليه؟ لان انا عارف لما اجي هشيل السنه اكيد هيحصل نزيف. يبقى جميع البكتيريا اللي موجوده في الماوس اكيد هتخش الدم عندك. صح؟ بس انت لو عندك الهارت سليم والاميونيتي كويسه، هل البكتيريا دي هتعمل اي حاجه؟ لا. طيب الناس اللي عندهم روماتيك فيفر، حد سمع الكلمه ديت؟ من شويه. روماتيك فيفر يعني عنده حمى روماتيزميه، الهارت يا عيني بتاعه تعبان. واحد عامل عمليه قلب مفتوح ومركب قلب صناعي، فالف صناعي ولا حاجه. واحد عنده مش عارف كونجيه الهارت دي اسمه مش... واحد عنده اي مشكله في الهارت. عارف البكتيريا اللي بتخش بالصيانه على الدم تعمل ايه؟ تقوم رايحه الهارت وعامل فيه التهابات اكتر، وعامل حاجه اسمها فيجيتيشن ثرومبايد، غلطات عليه وتدمره اكتر واكتر. قال لا، يعني البكتيريميا ممكن تبقى تافهه او ممكن تعمل مصايب. عشان كده دايما الدكتور السري الشاطر لازم يسال المريض عندك مشاكل في القلب ولا ما عندكش قبل ما نخلع السنه، قبل ما نخش فيها. ولو ما سالش السؤال ده يبقى بيهزر. ولو واحد عنده مشاكل في الهارت ما يروحش للدكتور السنان اللي لازم يقول له، ممكن الدكتور اصلا مش واخد باله ينسى يسالك السؤال، لازم يتقال هذه الكلمه خلاص. ولذلك افتر اكستراكشن اوف سيبتيك توث، بعد ما بتشيل سنه ممكن تحصل هذه المشكله. ازاي؟ يعني مثلا شايفين الرسمه على الشمال ديت، ده دنتال اكستراكشن، انا بقلع سنه اهي الفيتيك توث، فيها بكتيريا اهي، بكتيريا ماشيه في الدم، سميناها باسم ايه؟ بكتيريميا. البكتيريا مي ستل، يعني تقف على بريفيوس ديزيز هارت فالف، يعني ممكن تروح على هارت فالف او على هارت بريفيوس ديزيز اللي فيه مرض قبل كده، لما تروح عليه تعمل فيه جلطات اسمها ايه؟ فيجيتيشنز. طبعا لما ناخد الثرومباي او الجلطات وانواعها هناخد كلمه فيجيتيشنز بالتفصيل. فيجيتيشنز دي الثرومباي او الجلطات اللي بتحصل في الهارت مع البكتيريا. تمام كده؟ فهمنا القصه ديت؟ ضمن الحاجات اللي ممكن تحصل عندنا. طيب الظاهره الثالثه اسمها ايه؟ سبتسيميا. حد فاكر سبتسيميا مين اللي بيمشي في البلد؟
مين ومين؟ بكتيريا وتوكسين. صدق انا توقعتها من الاول بس ما حدش قال، قلت لك مستني نشوف اللي يحصل. لا بص ده كله قاعد عادي ولا حدش نوم خالص. المهم يا رجاله، يعني انا احب انا الرجاله، هو ما حدش فاهم حاجه خالص ولا انا مش فاهمين توصل فاهمين؟ ماشي ماشي ماشي. بعدين لما خلص المحاضرة راح اتكلم في الموضوع ده، يعني ناكل كوميديا ما كنتش فاهمين يعني. طيب نيجي على كلمة سيبتسيميا. سيبتسيميا معناها اللي ماشي في بلد ايه ان ايه؟ يبقى سيركوليشن اوف حاجتين، بكتيريا وتوكسين. بس مش كده وبس، البكتيريا لازم تكون فيريولنت. يعني ايه فيريولنت؟ مالتبلاينج، يعني مالتبلاينج تكاثر مش العدد، وبتعمل توكسيك مانيفيستيشن اعراض تسمم. تاني يبقى سيبتسيميا معناها سيركيوليشن اند مالتيبليكيشن اوف فيرولنت اند باثوجينيك مايكرو اورجانيزم. يبقى اللي ماشي في الدم بكتيريا فيرولنت عنيفه وباثوجينيك يعني مرضيه، وماشي معاها كمان ايه؟ توكسينز في البلاد ستريم في الدم وذ برودكشن، وبدات تعمل كمان سيفير كلينيكال مانيفيستيشن، اعراض عنيفه جدا جدا. فاكرين لما قلت لك مريض سيبتسيميا على بال ما نعرف ان عنده سيبتسيميا بيكون مات؟ بس طبعا الاقي في دكاتره شاطرين دلوقتي يقدر يعرفوها من الاول ويعالجوه يعني، بس ممكن يبقى صعب. المريض ما بيلحقش، جاي لي في حاجه اسمها سيبتك شوك، يعني مش عدى مرحله سيبتسيميا وشوكد وبيموت، يعني جاي لك هو بيموت، يعني مهما عملت معاه يبقى صعب شويه. طيب مين الاورجانيزم العنيف قوي اللي هيعمل القصه الرهيبه ديت؟ اشهر بكتيريا، ودي انا شرحتها امبارح، هذه البكتيريا اسمها ستريبتوكوكس هيمولوتيكس، شرحتها بالتفصيل امبارح، اسمها ستريبتوكوكس. وهذه البكتيريا نوع من انواع البكتيريا اللي بتعمل ديفيوز بس صديد وينتشر في الجسم. ستافيلوكوكس اوريوس ده نوع من انواع البكتيريا اللي بتعمل الابسس، الخراج في كل حته، اي خراج يتكون في الجسم او اي ابسس سببه بكتيريا اسمها ستافيلوكوكس اوريوس. نيوموكوكس، طب واضح من اسمها انها بتعمل ايه؟ نمونيا، التهاب رئوي. خدمت شويه النمونيا، التهاب رئوي، يبقى سببها بكتيريا اسمها نيوموكوكس. جونوكوكس ده نوع من انواع البكتيريا بتعمل مرض على اسمها. صعب شويه؟ مرض اسمه جونوريا. جونوريا احنا نعرفه بعدين اللي هو اسمه مرض السيلان. ده نوع من انواع السكشوال ترانسميتد ديزيز، بيأثر على جينيتال اورجانز وبيعمل سيفير انفلاميشن فيها. يعني واضح ليها بكتيريا عنيفة وقوية، ستاف، ستريبت، نيومو، جونو، كل دي البكتيريات عنيفة وقوية. لفظ كلمة كوكس قلتها امبارح في محاضرة امبارح. كوكس معناها كروية، عاملة زي الكورة. يعني شكل البكتيريا زي الكورة. أي بكتيريا شكلها زي الكروي أو كرة دايما تنتهي بمقطع كوكس. غير البكتيريا اللي بتبقى طويلة وعاملة زي العصاية زي الأب كده، فبنسميها باسيلاي. تسميها العصوية، اللفظ ده قلت الكلام ده امبارح يعني. طيب نرجع تاني مع بعض، يبقى البكتيريا العنيفة ستريبت، ستاف، نيومو، جونوكوكاي، الحاجات دي عنيفة. هذه البكتيريا ازاي هتخش جسم الإنسان؟ مثلا اكسيدنتال وند، جرح، حادثة، بس جرح قوي، يعني واحد جاي في حادثة والحادثة دي قوية ومكسور فيها وجرح كبير ومدخل كمية بكتيريا رهيبة جواها، توقع ان يحصل سيبتسيميا. كومبليكيشن انفكتد انسترومنتال سيرجيكال هاندلنج، يا خبر ابيض مش فاهم حاجه، ايه الكلام الكبير ده؟ واحد داخل عمليات فاتح له بطنه وبتعمل له عمليه، وقت الادوات اللي انت بتستخدمها مش معقمه. انت مستنظر يعني ايه اللي انت متوقعه بعد ما انت عملت العمليات؟ انت عمال تزرع البكتيريا والتوكسينز جواه، فهمت قصدي؟ لازم جالك بسبتسيميا بعدها. زي ما بقول لك ايه كومبليكيتنج، يعني المشاكل من انفكتد انسترومنتال سيرجيكال هاندلنج. سيرجيكال هاندلنج يعني الالات الجراحيه اللي انت بتتعامل بيها مالها انفكتد يعني ملوثه. هتقولي هو في دكتور يخش يشتغل بالات مش معقمه؟ بتحصل، هو ما يعرفش. يعني المفروض ان الممرض اللي كان هيعمل عمليه التعقيم عمل التعقيم بس ما ظبطش درجه الحراره كويسه، او هم بيطلعوا الات التعقيم واحده وقعت على الارض فهو خايف حد يهزقه، قام واخدها كده حاططها وسط الالات من غير ما ياخدها.
يعني بتحصل بقى خايبه كده وفي الاخر بتيجي على دماغ الدكتور بجد يعني الخطا ساعتها حضرتك الدكتور هو اللي عمل المصيبه مش اللي كان معاه يعني هو الدكتور دايما هو اللي في الوش وهو دايما اللي بيطلع منه طيب سيلولايتس اللفظ ده انا شرحته امبارح بالتفصيل سيلولايتس قلت لك امبارح او الحضر امبارح او يعني سمعنا الكلام ده ان كلمه سيلولايتس ده نوع من انواع الالتهابات اللي بيحصل في الليك في الرجلين في الناس اللي عندهم دايابيتس اللي عندهم السكر ومعدتهم قليله دايما يحصل التهابات في الاقدام وتلاقي التهاب يطلع صديد وبص يبقى منتشر ياخد مساحات كبيره دي اسمها سيلولايتس وطبعا بيطلع توكسيد رهيب وتخش في كلينيكال بيكتشر اللي عنده سيبتسيميا تسمم في الدم اللي لو تاك من شويه هيموت تلاقي عنده ايه؟ ريجورز يعني ايه ريجورز؟ مش بيطلع ريجورز ايه؟ رعشه يعني واحد حرارته عاليه اكيد حاجه يترعش يعني اسمها ايه؟ ريجورز هاي فيفر حراره عاليه رابيد بولس ضربات قلب بتبقى سريعه جدا 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 بيموت واحد بيموت الرابيد ريسبيريشن تنفس بتاعه سريع ما لو ايه خلاص يعني بيطفي في النفس يعني لو ايه بسرعه 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 عمالين هجوا هيطلع خلاص اكسسيف سويتنج متعرض بطريقه رهيبه جسمه يعني في عز الساعه وجسمه كله عمال يعلى بكميه كبيره ميبي فيتال ديو تو هارت فيلر مش ميبي هو اكيد هيبقى فيتال بعد الحدوته الحلوه طبعا المريض لما بيخش عليا من عمليه جراحيه او الى او واحده جايه في ابورشن اجهاض او ولاده وجايه بالمنظر ده فانا عارف ده غالبا سيبتسيميك شورت فانا يهمني مش ان انا ادي مضاد حيوي عشان البكتيريا يعني انا يهمني بس ايه افوقها من الشوك الاول واظبط الفايتال ساين يعني ارجع النبض لوضعه ارجع اظبط الضغط يعني اظبط الريسبيريشن والتوكسينز والبكتيريا ماشي من ناحيه مضاد حيوي بس يعني هيعمل لي ايه ما انا ممكن على بال ما ادي على ادويه في الموضوع وخلي بالك اصل ظبط لي مضاد حيوي ومش عارف تكون هي ماتت او المريض مات يعني دايما هي القصه بتبقى صعبه في التعامل مع هذه الحاله وطبعا الله يكون في عونهم دكاتره الاي سي يو او بتوع العنايه المركزه هم اللي بيواجهوا هذه المشكله يعني المشكله حاصله في اوضه العمليات وجاي المريض بيموت في الاخر المريض لما يموت عنده اهل المريض يعملوا ايه يكسروا العنايه على دماغ الدكتور نفسه ازاي لما عندك ما هو جاي ميت اصلا يعني. ماشي نرجع تاني مع بعض الظاهره الرابعه والاخيره حد فاكر معناها بايوميا قلنا بايو معناها ايه بس او صديد هي القصه مش كده هي القصه اغرب من كده بشويه بايوميا معناها ايه ركز معايا في اللي انا هقوله ده شويه تاني ركزوا معايا هتيجي بكتيريا فيرولنت عنيفه قويه بايوجينيك بتعمل صديد بس قاعد يبقى جت بكتيريا وعملت صديد هذه البكتيريا بسبب انها عنيفه وقويه تبدا تنتشر وتكبر وتكبر والانفكشن يزيد والصديد يبدا يزيد لدرجه ما البص ده يبدا يخترق الفينز الاورده تاني هتقول لي يعني بدا يخترق البلاد فيسل اشمعنى اخترق الفين مش الارتري اشمعنى قلت كلمه فين لان دايما يا جماعه الفينز الاورده بتبقى بتاعها رؤيه الارض الشرايين بتبقى تحيط يبقى دايما الانفكشن لما يجي يخترق فينز والارتريز فينز لما يبقى في مالجنت تيومر سرطان والسرطان بيجي ينتشر لما يدخل ارتري ولا فينز عشان الجدار بتاعه قليل دايما اسهل حاجه للاختراق هما مين الفينز فيجي الصديد او تيجي البكتيريا تخترق مين الفين اول ما حاجه تخترقه يقوم يعمل جلطات على طول الفينز كده يعمل جلطه على طول طبعا الجلطه ديت هتتملى بالصديد تتملى بالبص تتملى بالبكتيريا تقوم الجلطه ديت بعد ما تبقى محمله بالصديد والبكتيريا تعمل ايه تقوم ماشيه في الدم سكر موجود لا هو في الحاله ديت هو مين اللي سيركريتنج في البلد البكتيريا بس توكسينز بس لا امال ايه اللي ماشي في البلد ثرومباي جلطات محمله بالبص والبكتيريا خلي بالك اللي ماشي في الدم عندي هنا خلي بالك معايا ايه يعني مش البص دخل اما ماشي هو في الدم او البكتيريا مشت في الدم لا ده الصديد هو والبكتيريا عملوا التهاب في جدار الفين فجدار الفين بدا يعمل جلطات الجلطات لما حملت بالانفكشن هي اللي بدات تمشي في البلد ولذلك يقول لك اللي مشي عندنا في البلد اسمه سيبتيك امبولاي شفت الكلمتين اللي في الاخر دول اسمه ايه
يعني ايه كلمة سيبتك؟ من سيبتسيم يعني. سيبتك يعني مروس. في انفكشن. امبولاي. يعني جلطات ماشية في الدم. الجلطة طول ما هي في مكانها اسمها ثرومبس. لما تمشي في الدم اسمها امبولاي. ومفردها امبولس. هنا حاجة؟ يبقى معنى كده جه الصديق بدأ ينتشر دخل على الفين عمل جلطة الجلطة حملت البكتيريا مشت في الدم سمينا سيبتك امبولاي. هتقولي طب سؤال هو سيبتك امبولاي الجلطة اللي مليانة بصة أو بكتيريا اللي ماشية في الدم أخرتها إيه؟ هتعمل إيه؟ أكيد تروح تقف في أي أورجن ممكن تروح تقف في الليفر في الهارت كدني في البرين مش ماشية في الدم تروح في أي مكان طب أي مكان هتروح تعمل فيه إيه؟ أبسس خراج جديد وإنفكشن جديد وصديق جديد وتلاقي مرة واحدة المريض جاي لك إن في أكتر من خراج موجود في جسمه مالتيبل أبسس في البرين وفي نفس الوقت في اللنج وفي الليفر وفي الهارت وفي الكدني والبص ماشي في البلد بكميات كبيرة أنت مستنيه يعيش إزاي؟ فاهم حاجة؟ ده قاتل ده مرض مميت ولذلك لما أجي أقول يعني إيه كلمة بايميا هو برودكشن تكوين مالتيبل أبسس يعني هيتكون اكتر من خراج in different parts and organs of the body في organs كتيره او في اماكن كتيره في جسم الانسان نتيجه circulation of septic emboli in bloodstream نتيجه ان اللي مشي في الدم عندي septic emboli والسؤال يعني ايه septic emboli thrombi containing organisms غلطات تحتوي على ايه على اورجانيزم ماشيه في الدم يبقى دي اسمها septic ايه emboli فهمناها ولذلك مين البكتيريا اللي هتعمل الكلام ده؟ اكيد بكتيريا فيريولنت ولا ليس فيريولنت؟ فيريولنت. طب هم مين؟ ستاف ستريب نيوموكوكاس جونوكوكاس دول اللي احنا خدناهم من شويه هم رباعيه ستاف وستريب نيوم وجونو هم امهم اللي كانوا من شويه عاملين سيبتسيميا هم امهم اللي يعملوا بايميا يعني هم نفس الفيريولنت بكتيريا العنيفه القاتله الميكانيزم ازاي ده حصل؟ انا شرحته عندك سيبتك فوكس يعني مكان فيه بكتيريا او فيه صديد عمل فين انفلاميشن التهاب في الاورده اللي حواليك والنتيجه اللي حصل في الفين ثرومبس جلطه عملت البكتيريا انفيجن اوف ثرومبس دخلت فين جوه الجلطه بتاعنا احنا من شويه فالناتج اتكون سيبتك ثرومبوفلبايتس تقول ايه الكلمه الغريبه دي تاني نقراها سيبتك يعني سيبتك مروسة مروسة فيها بكتيريا يعني ثرومبو جلطة فليبو يعني فين وريد فليبو باللاتين يعني فين هو التهاب الفين اسمه ايه فليبايتس مش فينايتس فليبايتس عشان اقول لك ايه ثرومبو فليبايتس يعني انفلاميشن الفين وتكوين ثرومبس جلطة والجلطة دي سيبتك يعني فيها بكتيريا يعني كل اللي احنا شرحناه ده لخصناه في كلمه سيبتك ثرومبوفلبايتس ايه اللي حصل تاني فراجمنتيشن اتكسرت بقت سيبتك امبولاي يعني فلافيت او جلطات سيبتك ملوثه بالبكتيريا سيركوليتنج بلاد ماشيه في الدم امباكتد يعني ضعف ان سام اورجان وتعمل ابسس خراج في كذا مكان وفي الحاله دي هذه الابسس تسمى باسم بايميك ابسس هتفهم يعني ايه كلمه بايميك ابسس يعني ابسس نتيجه حدوث البايميا ده يعني بتاعنا بايميا بس بايميك ابسس البايميك ابسس اللي هتتكون شكلها عامل ازاي حد بص معايا كده مين ده شايفين المنطقه السوداء ديت اسمها بايميك ابسس الكدني شايفين المنطقه السوداء اللي فيه بايميك ابسس الميكارديا المنطقه السوداء اللي فيه بايميك ابسس البريد النقطه السوداء اللي فيه هتقول لي لا واضح ان البايميك ابسس موجوده في كذا اورجن واضح ان عددهم كتير صح بس واضح ان كلهم نفس الشكل ونفس الحجم وصغيرين صح لا دي بقى بالصوره ان كلهم ذا سيم سايز ذا سيم شيب وسمول ان سايز بس مالتيبل كتيره وافكتنج مالتيبل اورجن اكيد دي علشان ابسس بتحتوي على بص صديد اكيد معاها كونجيشن احتقان او فازو ديليتيشن ده اكيوت انفلاميشن قاتل
بس ما بيلحق شيء. وحد يقول لي السبب ان الابسس ديت يحصل حواليها في البروسيس. يعني بقول لك البايميك ابسس دونت سراوند باي فايبروسيس. هو اي عشان اكيوت فيتال. اصل يعني بيموت بسرعه. مش احنا لسه قلت لكم حفظتها لكم ان عشان يحصل فايبروسيس عايز وقت. عيان بالمنظر ده هو ده عايش او عنده وقت عشان يحصل له فايبروسيس صح؟ يبقى ليه مش هكون فايبرس تشو؟ بيكوز ات از رابيدلي فيتال. بيموت بسرعه. ولذلك هتلاقي عندك في الورق هذا السؤال من الاسئله المهمه يقول لك ايه هي الكاركتر اوف بايميك ابسس؟ البايميك ابسس اللي انا شفتها ايه شكلها؟ فيري سمول ان سايز. متفقين؟ مالتيبل تمام؟ سراوندد باي كونجيشنال هايبرميا يعني حواليها احمرار وبتاع عشان ديليتيشن. ايكوال ان سايز كلهم في نفس الايه؟ الحجم. سيميلر ان شيب نفس الايه؟ زود بقى النقطه الخامسه نوت سراوندد باي فايبروزس بيكوز ات از رابيدلي فيتال. نوت سراوندد باي فايبروزس بيكوز ايه بقى؟ It is rapidly fatal. ما فيش حواليها فيبروزيس لان العيان بيموت بسرعه. Not surrounded. اكتبها حتى بالعربي انت عارف المعلومه. Not surrounded by fibrosis because it is rapidly fatal. تاني؟ Not surrounded by fibrosis. تمام؟ اخر نقطه في البايميا يقول لك انواعها ايه؟ مش فاهم ايه انواعها ايه؟ عن خدنا البايميا. بص في عندي نوعين من البايميا، حاجة اسمها سيستميك بايميا وحاجة اسمها بورتال بايميا. تاني؟ حاجة اسمها سيستميك بايميا وحاجة اسمها ايه؟ بورتال بايميا. عارفين السيستميك سيركوليشن والبورتال سيركوليشن؟ خدتوه في الاناتومي. في جنب الاناتومي. في البورتال فين؟ حلو صح. البورتال فين؟ ده عبارة عن فين بيصل ما بين الجي اي تي والليفر. تاني اي التهاب بيحصل في الجي اي تي اي صديد هيتكون في الانتستين ستومك الجول بلادر المراره في الابندكس في اللارج انتستين اي صديد هيتكون هنا سهل جدا ان هو يخش على البورتال فين والبص ده يعمل ثرومباي وتروح تعمل بايميك ابسس فين في الليفر صح في الحاله ديت هسميها باسم بورتال بايميك يبقى ما معنى كلمة بورتال بايميا؟ إن الكوز جاي لي من الجي أي تي والبايميك أبسس اتكونت فين؟ في الليفر عن طريق فين في النص اسمه بورتال فين؟ تاني يبقى بورتال بايميا المصدر بتاع سيبتيك إمبولاي جاي من الجي أي تي زي أكيوت سيبورتيف أبنديسايتس ما معنى أبنديسايتس؟ إنفلاميشن أبنديسايتس سيبورتيف دي خدتها في إمبارح يعني بص فيها صديق سيبتك ألسر إن الانتستين أظن فين أنا كلمة سيبتك بقى خلاص يعني فيها إنفكشن ملوثة قرحة موجودة في الانتستين طيب كل ده هيمشي عن طريق البورتال فين صح؟ وفي الحالة ديت الأبسس عارفاهم هنلاقيها فين؟ في الليفر تمام كده؟ طيب الاحتمال الثاني السيستميك سيركوليشن السيستميك سيركوليشن خدتوها في الأناتومي إن أنا عندي حاجة اسمها سيستميك فين فاكرين حاجه اسمها سوبيريور انفيرور فينا كافا اللي بتاخد الدم من الجسم كله عشان توديه الهارد سوبر لانج صح لا اذا لو واحد عنده انفكشن في البول هيروح ليفر لانه مش بورتال اما يروح فين على السيستميك فين على الهارد ويعمل لي ابسس في اللانج ما هو هتقول لي مش هيعمل ليه ابسس في الهارد عشان الدم بينقل في الهارد بسرعه ما بيلحقش يقف بس هيروح في اللنج يقف يعمل يعني فيه ابسس. واحدة مثلا في ميل عندها التهابات او ابسس او بص في اليوترس في الرحم عندها هتروح على ليفر؟ ما هو مش بورتال تروح على فين؟ على اللنج. واحد عنده مثلا التهاب او انفكشن في البرين او في النوز او في الاير جدا سيستمك سيركوليشن يروح برضه على الهرزوم اللنج. ولذلك في الحالة دي مش هسميها بورتال هسميها ايه بقى؟ تاني يبقى سيستمك بايميا الاحتمالات بتاعته اكيوت سيبيرتيف اوستيومايلايتس اظن مش محتاجين تعرف يعني ايه اوستيومايلايتس اللي اخذناها من شويه انفلاميشن وفي عند ايه بون انت هم مارو شاطرين سيبيرتيف اوتايتس ميديا يعني ايه اوتايتس ميديا
ميدل اير الاذن الوسطى. ما هو تايتس يعني الاذن، ميديا يعني ميدل لو في النص يعني. ما هو الاذن في اذن خارجيه في اذن وسطى اذن داخليه، ده التهاب الاذن الوسطى تايتس ميديا. في الحاله ديت الاكسس ار فاوندين فين؟ اما اذر اورجانز لان من اللانج ممكن بقى يطلع يروح في اي حته تاني بعد كده. فهمنا ايه الفرق ما بين السيستميك بايميا والبورتال بايميا؟ هنا بقى في الحاله ديت لازم نسال سؤال. مين الاورجان اللي ممكن يحصل فيه سيستميك وبورتال بايميا مع بعض؟ الليفر. الليفر. الليفر بيجيله بورتال بايميا من الجي تي، وممكن سيستميك بايميا ما هو جاي من اللنج. اللنج بيطلع من اللنج يروح لاماكن كتيره، ممكن يكون منها برضو الليفر. اذا الليفر ممكن يجيله يعني. انت لو لقيت بايميك ابسس في الليفر احتمال يكون بورتال واحتمال يكون ايه؟ السؤال الثاني هو مين ممكن يودي مين؟ تاني، هل البورتال بايميا ممكن تتحول الى سيستميك بايميا، ولا سيستميك بايميا ممكن تتحول الى بورتال بايميا، ولا الاثنين مالهمش علاقه ببعض؟ ما هي دي الاسئله اللي محتاجه تفكير. اللي بتيجي في الامتحانات يقول لك انا مش عارف انا ساعتها شويه ليه يا سيستميك بايميا؟ عادي تتحول الى البورتال. عشان تعرف الاجابه فكروا فيها. تاني عشان تحصل بورتال بايميا الانفكشن جاي من الجي اي تي رايح للليبر، دي اسمها بورتال. سيستميك بايميا يعني الانفكشن جاي من اي حته ثانيه غير الجي اي تي، الجي اي تي بودي ليفر من اي حته ثانيه ورايح على فين؟ على اللنج. صح كده؟ مين ممكن يودي لمين؟ البورتال يودي للسيستم. تقول لي ازاي؟ ما هو البورتال كان جي اي تي ودى لمين؟ من الليبر ممكن يخش سيستميك يوم مودي اللنج. فهمت حاجة؟ يعني بورتال بايميا ممكن ليد تو سيستميك بايميا. هتقول لي هو ما ينفعش العكس؟ لا ما ينفعش. هتقول لي طب ما هو السيستميك ممكن يروح للليبر، ده اسمه سيستميك بايميا مش بورتال، لأنه هيبقى رايح الليبر عن طريق هيباتيك ارتري مش بورتال. فين؟ حاجة أناتوميكال خالص، عشان كده ما تنفعش. ما هو لو سيستميك راح للليبر برضه اسمه سيستميك. ما اسمهوش بورتال، عشان يبقى بورتال يبقى لازم يكون جاي منين؟ من الجو اي تي. والبورتال فين؟ لازم الاسم يبقى كده. ولذلك مفيش بقى ان يكون جاي من اللنج سيستميك يوم رايح للجو اي تي يوم يعمل فيها ابسس فبعد كده تروح للي هيكون مات اصلا. يعني ما هو دي مش هتحصل، اللي هيكون مات فيها يعني. ولذلك البورتال بايميا تؤدي الى سيستميك بايميا والعكس غير ايه؟ صحيح؟ يعني دي رسمه عامه ليهم to be continued. نريح شوية كده ريست نكمل بعدها. دلوقتي هنكمل ان شاء الله فصل جديد لشابتر رقم 2 عندكم اسمه هيلينج اند ريبير. شابتر هيلينج اند ريبير قلت كلمة شوية في المحاضرة اللي فاتت. لكم اللي بعد ما يحصل انفلاميشن ودامج في التشو، التشو لازم يحصل له ما يسمى باسم اصلاح تبقى. يعني ايه؟ يعني بكل بساطه ان انا الليفنج تشو ريبليس دامج تشو. تاني كده الليفنج تشو ريبليس دامج تاني. يبقى معنى انفلاميشن التشو بيحصل له جروز بيموت. التشو بيحصل له دامج بيتدمر. فانا كل هدفي ان انا بعمل عمليه ريبليسمنت. يعني ايه ريبليسمنت؟ احلال تبديل. الدامج لاريا ببدلها او بجيب مكانها ليفنج تشو. هذه العمليه دائما دائما يطلق عليها كلمه اكتف بروسيس. شفتوا الكلمه في الاول ديت؟ هو يعني ايه عندنا في الطب اقول ان هذه العمليه اكتف بروسيس يعني ايه انها باسل بروسيس؟ طبعا ده كلام فيسيولوجي مش جنرال فيسيولوجي. الاكتف بروسيس دايما بيحصل معاه طاقه بتفقد وانزيمات بتشتغل وانرجي بتفقد وكيميكال رياكشنز بتتم القصص دي كلها يطلق عليها اسم اكتف بروسيس. اما لو الميكانيزم نفسه او البروسيس حصلت بدون استهلاك طاقه يطلق عليها باسل. يعني بتحصل لوحدها بدون اي استهلاك طاقه. اسمها باسيف بروسيس.
يبقى فكره وجود الانرجي كونسامبشنز موجوده او لا ده اللي بيخليني اقول ان هذه البروسيس اكتف او بس في عمليه الهيلنج او الريبير ان انا عندي تيشو ميت احوله الى تيشو نظيف او تيشو سليم دي عمليه اكتف. ليه؟ طبيعي لما يكون عندك مثلا عماره او مبنى وقدر الله حصل فيه دامج اتهد وانت نويت كده ونيه كويسه انك هتبني واحد جديد مبنى جديد هتعمل ايه؟ قال لك والله هعمل ثلاث حاجات. النقطه الاولى ان انا هشيل الانقاض اللي هي الحاجات المتكسره والمبنى المتكسر والبقايا المبنى القديم لازم انضف صح؟ يبقى اول بروسيس عملتي انها عمليه التنظيف اللي احنا بنسميها في الطب عمليه الفاجوسايتوزس. فهمت حاجه؟ لازم انضف. رقم اثنين لازم اجيب مواد البناء اللي هتبدا تبني صح ولا لا؟ البناء عن طريق يا اما بجيب نيو سيلز خلايا جديده او فايبر بلاست هتيجي تشتغل وتعمل فايبروسيس. يبقى رقم اثنين في عندي تيشو جديد حد ابنيه. رقم ثلاثه لازم يكون في عندي طرق تجيب الخلايا وتودي الخلايا. لازم يكون في عندي سيارات تودي المواد يمكن صح ولا لا؟ ودي اللي احنا بنعتبرها عندنا في الطب النيو كابيلاري. لازم يكون في بلاد بيسز جديده عماله تودي ماكروفاج تنظف وخدها تمشي واجيب فايبر بلاست نيو سيلز وتكون وتمشي صح ولا لا؟ ولذلك عمليه التربيل او الهيلنج او الاكتف بروسيس هتعتمد عندي على كام حاجه؟ ثلاث نقط. عمليه التنظيف اللي بتتم عن طريق الماكروفاجز او الانفلاماتوري سيلز. عمليه البناء اللي هتتم بنيو سيلز او فايبر بلاست والبلاد فيسلز اللي هتواجه الجديد. ولذلك في النهايه انت متخيل الحاجات اللي انا بقولها هتبقى في الاخر باسف؟ طبعا لا، لازم يكون اكتف. طاقه وخلايا رايحه وخلايا جايه وبتاع، ولذلك بحط كلمه اكتف ايه؟ بروسيس. النقطه بتاعتنا اللي جايه دي نقطه مهمه بتقول ايه؟ هي الخليه اللي بيحصل لها دامج. تاني الخليه اللي بيحصل لها دامج ممكن ترجع تاني تتكون ولا لا؟ عايز فاهم حاجه؟ تقول لي يعني ايه الكلام ده؟ هي مش اي خليه بتموت ممكن يتكون غيرها؟ لا، ان في خلايا بتموت الجسم ما بيقدرش يكون غيرها، في خلايا بتموت اقدر اكون غيرها، وفي خلايا ما بلحقش اكون غيرها فيحصل فايبروسيس. يعني في لخبطه. ولذلك يظهر عندي عنوان يقول تايبس اوف سيلز ان بادي اكوردنج للسيل ديفيجن. ايه انواع الخليه في الجسم طبقا للانتساب؟ مثلا اول خليه عندي هتقرا اسمها كده، اسمها ايه يا جماعه؟ لابايل سيلز. حد يعرف معنى كلمه لابايل؟ متحرك. كلمه لابايل متحرك. يقصد ايه بكلمه خليه متحركه؟ خلي بالك من المعلومه اللي جايه ديت. يقول لك احنا في جسمنا خلايا من غير ما يحصل لها انجري هي لوحدها عماله تموت وتتجدد ويجي غيرها وتموت لوحدها وتجدد. كل ده من غير ما يحصل لها ايه؟ تقول لي هو ايه الخلايا اللي في جسمنا اللي على طول شغاله على طول في تجديد واسمها لابايل؟ لابايل يعني على طول حاله ابتسام مستمر حتى من غير ما حد يجي ناحيتها. زي خلايا السكن، الجلد بتاعنا دايما في حاله تجدد من غير ما تيجي ناحيتها. رقم اثنين الهيموجلوبين تشو خلايا الدم، كرات الدم الحمراء، كرات الدم البيضاء، الحاجات دي ليها عمر افتراضي، تموت ويجي غيرها وتموت ويجي غيرها من غير ما يحصل لها دامج. خلايا الاندوميتريوم، حد يعرف ما هو الاندوميتريوم؟ بطاطا الرحم مع النوستر سايكل او الدوره الشهريه لوحدها يبدا الاندوميتريال تشو عمال يقع ويطلع غيره والشهر اللي بعدها يقع ويطلع غيره من غير دامج. هي هرمون الافيت وشغاله بالطريقه ديت. ولذلك هقول على الكلام ده كله اسمي يا جماعه لا بايل سيل. اللابايل سيلز هي كونتينوسلي، يعني ايه كونتينوسلي؟ مستمر باستمرار ريبليز اند ريجينيريتد، يجي غيرها وتتجدد ويجي غيرها وتتجدد على طول من غير ما حد يجي يلمسها. زي خلايا سكين، زي اندوميتريوم، زي خلايا البلد. تمام كده؟ في نوع تاني من الخلايا اسمه ستيبل سيلز. تاني اسمه ايه؟ ما معنى كلمة ستيبل؟ ثابت.
يعني مش فاهم يعني ايه خلايا ثابته. اسمع المعلومه اللي جايه. الستيول سيلز هي مجموعه خلايا موجوده في جسم الانسان. طالما ما حصلهاش انجري، يعني انت طالما ما جيتش ناحيتها هي زي ما هي لا تنقسم ولا غيره. طب لو انت عملت لها انجري تنقسم وتكون هنا. يعني هي مش في حاله انقسام مستمر، لا هي بتنقسم فقط لما يحصل لها انجري. فهمت حاجه؟ دي اسمها ايه؟ مش فاهم. تاني سمعت عن اورجن كبير في جسمنا، كبير اسمه الليفر. الليفر بيتكون من خلايا اسمها هيباتوسايت. اسمع معايا المعلومه اللي جايه ديت وركز في اللي حواليك. انا هفترض تاني، انا هفترض ان الليفر بتاعنا فيه 1000 خلايا مثلا، او طبعا فيه ملايين 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 يعني مليارات مثلا، فيه كام؟ 1000 خلايا. حصل انجري او التهاب موت 4-5 خلايا. ايه اللي يحصل؟ يتكونوا تاني. موت 10 خلايا يتكونوا تاني. طيب انت لو ما جيتش ناحيه الليفر خالص هم ال1000 هم هم لا هيموتوا ولا يصحوا، هم هم زي ما هم. هتفهم حاجه؟ يبقى ال1000 سيل هم ثابتين ستيبل. لا انت رايح لهم ولا هم مات 4-5-10. طب اسمع الحته اللي جايه. افرض ان حصل سيفير، ها تاني سيفير انجري في الليفر، ويجي نص او ثلاث ارباع خلايا الليفر مات. ايه اللي يحصل؟ قال لك لا ده هنا الموضوع كبير بقى. ما هو لما يموت عندي 4-5 خلايا حاجه بسيطه، اللي يموت اقدر اعوضه. بس الستيبل سيل لما يموت منها كميه كبيره ما اقدرش اعوضها. طب وايه اللي يحصل بعد كده؟ قال يبدا يحصل فيبروز استنايف. تلف. يا نهار ابيض. طب ما لو حصل فيبروزس معنى كده ان خلايا الهيباتوسايت اختفت، صح؟ وظهر مكانها؟ طب الالياف او الفيبروزس ده هل هيقوم بوظيفه الهيباتوسايت؟ يعني معنى كده ان لما بيحصل سيفير انجن في الستيبل سيل ريبليس باي فيبروزس اند لوس اوف فانكشن. خلاص وظيفتها. عشان كده يقول لك الناس اللي عندهم ليفر سيروزس، حد يفهم معنى الكلمه؟ ايه ليفر سيروزس؟ تلاقيه في الكبد. الناس اللي عندهم فيروس هيباتيتس مثلا، الناس اللي بره طبعا بسرعة عارف كل الكحول انتيك، شرب الخمور طبعا اعلى حاجه بتعمل ليفر سيروز، اختلافات في الكبد طبعا بيعمل دامج جامد في خلايا الليفر وريبليز باي فايبروزس وكلها لوس اوف فانكشن. مش كده في النهايه لما العيان بيجي من ليفر فيلر فشل في الليفر؟ اه اكيد تحول الهيماتوسايت الى فايبروس سيشن. ولذلك لما اجي اقول يعني ايه كلمه ستيبل سيل؟ دونت مالتبلاي النورمال كونديشن. يعني في العادي لا تنقسم. ال 1000 خليه هم ما هم ما دام ما جيتش ناحيتهم مش هنقسم. لو في نورمال كونديشن هم هم دونت مالتبلاي. امال ايه اللي يحصل؟ But they have the power to regenerate. ليها القدره انها ايه؟ تنقسم وريجنريت. ده لو حصل لها دامج ماي خفيف زي الليفر سيل خلايا مين؟ تمام كده معايا؟ طيب شوف النقطه الثالثه. الخلايا الثالثه اسمها ايه بقى؟ بيرمننت سيلز. ما معنى كلمه بيرمننت؟ خلايا دائمه. الخلايا الدائمه هي خلايا والله لو عملت ايه؟ هي لا تنقسم. لو حاولت هي لا تنقسم. جيت ناحيتها ما جيتش ناحيتها هي لا تنقسم. مش فاهم. البرين مثلا 1000 خليه ما جيتش ناحيته هم ال 1000. طب حصل انجري ومات 5 هيفضلوا ميتين مش هيرجعوا تاني. طب مات 10 هيفضلوا ميتين مش هيعوضوا تاني. مات نص البرين برضه هيفضلوا ميتين مش هيرجعوا تاني. خلاص خلصت. هو لا ينقسم مهما كان الظروف. ولذلك سميناها كلمه ايه؟ بيرمننت. قال لها هي معنى ان الخليه لا تنقسم. يعني معنى كده ان لها لو حصل لها انجري هل هيحصل ريجنريشن؟ يعني الخليه اللي مات هتتعوض؟ لا. امال هيحصل لها هيلينج باي؟ باي فيبروزس. تخيل فاكرين بتقول شويه؟ ما في الحاله دي التشو اللي ما بيقدرش يعمل انقسام يجي مكانه ايه؟ ما هو الفيبروز مش هيقوم بالوظيفه. يبروز الفرق بقى طبيعي. هو المريض اللي بيجي له لا قدر الله جلطه في البرين، جلطه في المخ، ويبدا جزء من البرين يبدا يموت ويجي له شلل لا قدر الله شلل نصفي، هو بيجي بعد كده بيرجع طبيعي؟ حتى لو عمل علاج طبيعي وخد علاج الى اخره برضه هيبقى باين عليه المشكله. ان خلايا البرين اللي اتدمرت
ما رجعتش تاني عشان تشتغل، ما ظهرتش مره ثانيه، هي ما بتعوضش. وديت هنسميها اسم بيرمننت سيلز، هي خلايا كمون بروليفريت اتور. هي خلايا مالها بقى؟ يعني ايه كمون بروليفريت؟ هي لا تنقسم اطلاقا زي خلايا مين؟ المصل والنيرف. تقول لي هو المصل كمان نفس القصه؟ اه طبعا طبعا، مشكله ثانيه، وخصوصا لو واحد عنده جلطه مثلا في الكورونري ارتري. حد يعرف ما هو الكورونري ارتري؟ لو حصل فيه جلطه والدم ما وصلش للمايوكارد اللي هو عضله القلب، مش المايوكارد زي اللي هتموت، وعضله القلب هتضعف. طيب لحقنا المريض وادينا له علاج وفكينا الجلطه، طيب خلايا المصلز اللي ماتت هترجع مره ثانيه؟ لا، امال هيحصل لها هيلينج باي فايبروزس، واكيد الفانكشن والاكتيفيتي بتاعت الهارت مالها؟ هتقل. عشان كده تلاقي المريض يا عيني بعد ما يجيله جلطه في القلب وبعد ما يتعالج ويطلع من العنايه ياخد علاج عشان يقوي عضله القلب، ما تعملش مجهود، ما تشيلش حاجه، لان عارفين كفاءه الهارت خلاص قلت ومش راجع تاني. تمام؟ شبه احنا فاهمين. ولذلك الماسل سيل لو ماتت ريبليس باي ايه؟ فايبر ستيشن اللي احنا بنسميه ايه؟ فايبروزس. السؤال اللي انتوا عارفين اجابته، الفايبر ستيشن والفايبروزس بيطلع من خليه اسمها فايبروبلاست. اتفقنا؟ طيب المعلومه اللي جايه، البرين بيرمننت سيل، لو قلت لك انه لو مات مش حاجه يعوض مره ثانيه. طب البرين لو الخلايا بتاعته ماتت يحصل لها هيلينج باي فايبروزس. في حاجه غريبه جدا يا جماعه، في معلومه بتقول ان خلايا البرين او البرين تشو لا يوجد فيه فايبروبلاست. هتقول لي معنى كده ان الفايبروزس مثلا بيحصل في المصل، بس هل البرين بيحصل فيه فايبروزس؟ لا. ليه؟ اتاري البرين موجود فيه خلايا ثانيه غير الفايبروبلاست اسمها جلايال سيلز او جلايال تيشو. شفت الكلمه ديت؟ يبقى البرين ما فيهوش فايبروبلاست. ايه البديل بتاع الفايبروبلاست؟ ولذلك الحته الجميله، المسل سيل از بيرمننت سيلز، هو الانجري هي تبقى فيبروزس صح؟ البرين سيلز از بيرمننت سيلز، هو الانجري هي تبقى جلايوزس مش فيبروزس. اصل الفيبروزس دي من فيبروبلاست، البيت ما فيش فيه فيبروبلاست، في حاجه ثانيه اسمها يبقى عمليه التليف بتاعه البرين اسمها وليس فيبروزس. ودي معلومه دائما بينساها الطلبه ودائما ما بيعرفوش يحلوها في الامتحانات. الفيبروزس يحصل في اي حته بالنسبه للانسان عدا طبعا الجلايل تيشو، في اشهر جلايل تيشو هتكتبها بعد ما تاخد الموديول بتاع السي ان اس او بتاع النمبر سيستم. اشهر جلايل تيشو خليه اسمها استروسايت او الخليه النجميه، اللي هي شكلها ظريف قوي، حد دور عليها في النت شكلها حلو. استرو طيب من استرو، استرو منتو، استرو يعني نجمه، يعني استرو الخليه عامله شكل النجمه، فيها عليها ايدين كده وبتاع صوابع شكلها ظريف، يعني هي اللي بتحل محل الفيروس. فهمنا تقسيمه السيلز اللي في جسم الانسان، لابايل سيل وايه؟ وستيبل وبيرنم. التقسيمه دي اكوردنج للباور اوف سيل ديفيجن، قدرتها على الانقسام. اللي بتنقسم عمالها على بطال وفي اي وقت لابايل، اللي بتنقسم فقط لما يحصل لها انجري والتي لا تنقسم نهائي. تمام كده؟ يبقى ده كده تايبس اوف سيل ان ذا بادي. حته للتذكره، ده شكل الليفر سيل معايا كده؟ خلينا الليفر سيل، هي صحيح الليفر سيل لابايل ولا ستيبل ولا بيرمننت؟ ستيبل. ولذلك هي الخلايا ما بتتخيرش، لو حصل انجري في عدد قليل يرجع تاني يحصل ريكفري، لما يكون اللي مات عدد قليل، بس لما يكون كميه كبيره شايف لون احمر، مات كميه كبيره مش هيحصل ريجنريشن، هيحصل فيبروزس الاصفر ده، وفي الحاله دي بيسموها ليفر سيلوز في الكبد. عشان كده دايما ندي المعلومه، لابايل سيل يحصل لها ريجنريشن ولا هيلينج وفيبروزس؟ ريجنريشن. ستيبل سيل يحصل لها ريجنريشن ولا هيلينج وفيبروزس؟ اثنين على حسب ما تعدد ايه؟
قليل ريجنريشن كتير فايبروزيس صح؟ والبيرمنت سيل ريجنريشن ولا فايبروزيس؟ لا فايبروزيس في المصل جلايوزيس في البرين مش فايبروزيس بس حاجات خايبه صغيره بتفهم دي متلخبط فاهم الكلام؟ تمام كده؟ يبقى ده الكلام بتاعنا او يعني ايه؟ تقسيمه اسيدز نرجع مع بعض تايبس اوف ريبير ازاي بيتم الاصلاح؟ والله علشان تيشو يحصل فيه دامج طبعا في جسم الانسان قلنا لازم يحصل فيه ريبير صح ولا لا؟ الريبير بيتم عن طريق ثلاث طرق رئيسيه تاني ريزوليوشن ريجنريشن هيلينج باي اورجانيزيشن جرانيوليشن تيشو اند فايبروزيس كام تقيل صح؟ رقم واحد اسمه ايه؟ يعني ايه ريزوليوشن؟ يعني يخف يعني المرض يختفي بدون اي مشاكل اصل الموضوع كان خفيف لا عندي خلايا ماتت ولا خلايا اتدمرت عشان يحصل ريجنريشن اوف فايبروزيس مش فاهم اما انت لما بيجي لك دور برد مش وقت احتقان من اخرك بتتساعد ثلاث اربع ايام بتبقى كويس هيحصل لك ايه؟ لكن انا خفيت صح؟ ليه؟ شويه التهاب وشويه احتقان ولا حصل دامج ولا حصل اي حاجه هي شويه فازو دايليتيشن وشويه انفلاماتوري سيل واللي جه مشي وخلص الموضوع. في الحاله دي اقول لك ما حصل لك ايه؟ ريزوليوشن. واحد عنده لوبر نمونيا التهاب رئوي. يعني التهاب رئوي؟ يعني الالفيولاي بدل ما كانت مليانه هواء بقت مليانه فايبروزس فايبرين. خد علاجه وخف من غير ما يحصل اي دامج في التشو. دي سميها ايه؟ يبقى ريزوليوشن معناها بيحصل في المينيمال تيشو دامج يعني الدامج اللي حصل حاجه بسيطه لا تذكر ولا كده حصل حاجه اصلا ها زي اللوبر نمونيا يعني ايه لوبر نمونيا التهاب رئوي ما نمونيا خدناها في الميشن اوف لان فاكرين طب يعني ايه كلمه لوبر فص لان اللاب بتحتوي على لوبس خصوص فلما التهاب ياخد فص كامل في اللاب يبقى اسمه لوبر نمونيا دي كده لو خدت جزء من الفص بيسموها لوبيولار نمونيا مش مهم اللفظ ده مش لوبر نمونيا يعني التهاب في فص مجاعي ايه اللي بيحصل؟ قال لك في حاله لوبر نمونيا لما الانسان يخف لانج تيشو ريتيرن ستراكشر وفانكشنال نورمال هو خد علاجه وخف ورجعت لانج طبيعيه وكل حاجه سليمه ولا حصل اي مشكله يعني انت ما عندكش تيشو مات عشان يبدا يتعوض فدي عايزين عمليه عليها اسمها يا جماعه خف طيب النقطة الثانية اسمها ايه؟ ريجنريشن معناها ان في خلايا ماتت بس قدرنا نعوضها. يعني الخلية اللي ماتت ظهر واحدة زيها بالظبط. طب سؤال ده يحصل في انهي نوع من الخلايا؟ ستيبل ولا فاير ولا بيرمنت؟ ستيبل ستيبل طبعا هي بتحصل في جميع حالات اللابايل. سيدي دلوقتي اللابايل على طول دايما في حاله انقسام. صح؟ وبتحصل في الاستيبل لما يكون الانجري مايلد خفيف. مات عدد قليل من الخلايا، انا كنت بقول الرسمه بتاعت الليفر عشان لو كان مات عدد كبير هيحصلوا فيها مشكله. فهمت حاجه؟ يبقى ما معنى كلمه ريجنريشن؟ معناها ريبليسمنت، يعني ايه ريبليسمنت؟ تعويض. استبدال الدمج للسيل باي نيولي فورمد سيميلر سيل نفس الخليه بالظبط اللي ماتت ظهر واحده اختها بالتيبيكال سيميلر زيها وجديده سؤال ريجنريشن يحافظ على النورمال فانكشن ولا لا يحافظ عليها؟ يعني معنى كده نقدر نقول ان ديورنج ريجنريشن يحصل ريستوريشن اوف ذا نورمال فانكشن عودت الوظيفه الطبيعيه استبدادها ريستوريشن استرديت النورمال فانكشن فهمناها كده سهله مثال الليفر سليبا جلان الفيبر تيشو دي كلها خلايا طالما الدمج بتاعها مايلد زي الفل لو سيفير ممكن يتخلي في ايه؟ في ايه؟ في هيلينج باي اورجانيزيشن هنا بقى دخلنا في الكلمه دي يعني ايه بقى العنوان الثالث الكبير عندي اسمه ايه يا جماعه؟ هيلينج باي يعني
يعني ايه كلمه فايبرزايزيشن؟ قال لك معناها ان التيشو حصل فيه سيفير دامج شكرا ومش قادر اعمل ريجينريشن، يعني الخليه اللي ماتت مش قادر اجيب زيها، فانا هنا هيحصل هيلينج باي فايبروزيس صح ولا لا؟ ولذلك لما اجي اسالك هو الهيلينج باي فايبروزيس بيحصل في اي نوع من انواع الخلايا؟ تقول لي البيرمنت مصر خليك ذاكر معايا معايا لان البيرمنت ما تكونش عليها نيرف لان النيرف جلايوزيس القصه لوحدها نيرف زي المصل بيرمنت زي المصل او ستيبل سيل سيفير انجن صح؟ مش قلنا الستيبل سيل لو الانجن مايل هيعوض نفسه بس اسمه ريجنريشن ولو الانجن قوي جدا مش عارف يعوض نفسه يحصل له ايه هو الفايبروزيس؟ النقطة اللي جاية ديت علشان يحصل فايبروزيس تليف لازم بيحصل قبليه تيشو مؤقت اسمه جرانيوليشن تيشو فهمنا حاجة؟ مش فاهم حاجة تاني يا جماعة ها علشان يحصل فايبروزيس لازم في مرحلة قبليه اسمها ايه؟ مش فاهم كلام جرانيوليشن تيشو لا انا قلتها لك كده ضمنية فاهم عندي كلام تاني؟ هو بعد العمارة ما تهدد وهتبني مكانها فايبروزيس وهتبني مكانها فايبروزيس بتعمل ثلاث حاجات شيل اللي ماكروفاج هتنظف فايبروبلاست علشان تبني وبلاد فيسلز في كام حاجه تاني ثلاث حاجات هم دول انفلاماتوري سيلز ماكروفاجز فايبروبلاست وفايبروزيس ونيو بلاد كابيلاري الثلاث حاجات دول على بعض اسمهم جرانيوليشن تيشو فاهم حاجه يبقى قبل ما يحصل فايبروزس وتبني الفايبروس تيشو لازم قبليه مرحله مؤقته اسمها ايه؟ جرانيوليشن تيشو يبقى ما معنى هيلينج باي اورجانيزيشن؟ معناها لكن في التعريف ريبليسمنت استبدال انجرد او ديد تيشو تيشو مدمر جامد او ميت بايه؟ بجرانيوليشن تيشو ما هو جرانيوليشن تيشو؟ انفلاماتوري سيلز ماكروفاج وفايبروبلاست اللي هتبني ونيو كابيلاري هذا الجرانيشن تيشو فولود باي بيحصل بعديه ترسيب لمين؟ للكولاجين اللي هو الفايبروسيس فايبروبلاست ويعمل لي في الاخر سكار حد يعرف يعني سكار؟ ندبه الجرح اللي بيتم عندنا وتلاقي الجرح معلم مكانه دي اسمها سكار فورميشن فهمنا حاجه؟ يبقى علشان يحصل فايبروسيس لازم يجي قبليه مرحله اسمها ايه؟ هتقول لي ودي شكلها ايه دي؟ تطلع مين دي؟ هقول لك لو واحد فيكم حصل له اي جرح في ايه؟ مش بيعمل قشره؟ صح؟ هو لما بيتكون عندك قشره على الجلد المفروض تعمل ايه؟ ما تجيش ناحيتها تسيبها لمطوعه لوحدها على بال الجلد ما يقفل من تحتها كويس ويربطها طوعه طب انت بقى ايه قاعد مش لاقي تعمل حاجه في البيت وقعدت تلعب فيها بعد ما تشيلها هتلاقي تحتها فيها حاجه حمراء كده صح؟ عارف الاحمر اللي تحتها ده مين؟ الجرانيشن تيشو اللي انت بتشوف كل شويه الحته الحمراء دي اسمها الجرانيشن تيشو ما الحته الحمراء دي عباره عن حمراء ليه؟ عشان فيها كابيلاري فيها الانفلاماتوري سيلز اللي هي تنضف وفيها الفايبروبلاست اللي انت استعجلت وشلت قبل ما تعمل الفيبروز بتاعها انت فاهم قصدي ايه؟ عشان هو ده اسمه جرانيشن تيشو والقشره دي بالذات لو انت شلتها بدري تلاقي تعمل نزيف ممكن تعمل نقط دم وترجع تتكون القشره مره ثانيه صح ولا لا؟ عشان كده بيقول لك الجرانيوليشن تيشو easily bleeds ممكن يعني ينزل بسرعه وانسنسيتيف تو تاتش يعني انت لو جبت دبوس لمست الحته الحمراء دي مش هتحس بحاجه لانها نيو كابيلاري مش نيو نيرف مش فاهم الفات هي عباره عن كابيلاري عرفت ايه هو جرانيوليشن تيشو تخيلته ولذلك لو انا اتكلمت يعني ايه جرانيوليشن تيشو؟ الجرانيوليشن تيشو هو سبيشاليزد ترانزيان تيشو هو تيشو مؤقت سبيشاليزد يعني مخصوص مش موجود في حته غير هنا مش هتسمع عنه في اي حته في الدنيا ولا في العلم كله غير مع الهيلينج حاجه سبيشال ترانزيان تيشو مؤقت فورمد دورينج البير بيحصل بس اثناء عمليه الايه؟ البير لو بصيت عليه هتلاقي لونه ايه؟ جرانيولار بيبقى محبب خفيف كده فراجايل اند بليدز ايزلي يعني بيبقى هش وايه وزودت كلمه قلتها لك اكتب جنبه ان سنسيتيف تو تاتش لو لمسته ما تحسش بيه
insensitive to touch. sensitive يعني حساس. insensitive يعني غير حساس. to touch لو لمسته لانه بيتكون من كبير مش نيرف هو مش في الفات. هو نيو تيشو مش في نيرف. امال في ايه؟ في كم حاجه قلناها؟ ثلاثة. رقم واحد نيو كابيلاري. اثنين فايبر بلاس. ثلاثة والانفلاماتوري سيل اكتيفي جنبها ما بين قوسين ماكروفاجز. عشان ما تنساش الانفلاماتوري سيل ما بين قوسين ماكروفاجز سواء مايكرو او ماكرو يعني كل مورف ماكروفاجز كله يعني. هنا يعني ايه كلمة جرانيشا تيشو؟ في قبل سطرين كده قبل جرانيشا تيشو. الهيلينج ده بيحصل فين؟ زي الهيلينج اوف وند. لو انت عندك جرح في ايد جرح جامد بيحصل له في الروس تليف. بعض انواع الانفلاميشن التهابات ثرومبوزس الجلطات او النكروزس اللي بتحصل في اورجن ان كابابل اوف ريجنريشن يعني اي اورجن حصل فيه انجن مش قادر يعمل ريجنريشن هيعمل ايه؟ هيلينج باي الكلمه دي ما تنسوهاش الكلمه الغريبه دي هيلينج باي اورجنايزيشن في العنوان اللي فوق ده هيلينج باي اورجنايزيشن. عشان لما اجي اسالك اقول لك يعني ايه اورجنايزيشن؟ تقول لي يعني جرانيوليشن تيشو فولود باي فايبروزس جرانيوليشن تيشو فولود باي كولاجين فولود باي سكار كل واحد فهمناها؟ عرفنا يعني ايه كلمه هيلينج باي اورجنايزيشن وفهمنا ان ده مرحلتين مرحله جرانيوليشن تيشو فولود باي فايبروزس تيشو او كولاجين. المهم من ده كله تلاحظوا يعني ايه كلمة جرانيوليشن تيشو؟ تمام ولا لا؟ اه عندنا عنوان ظريف جدا 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 وسهل جدا كلام جرايد بقى. يقول لك ايه؟ فاكتورز امبيرنج او انهبيتنج ريبير. عنوان ظريف قوي قوي قوي. يقول لك ايه بقى؟ هو لو واحد جاله جرح او تعور اوقات بلاقي الجرح ده 3 4 ايام ويحصل له هيلينج ويبقى كويس. واعرف في ناس يحصل له الجرح من هنا قاعد بقى له شهر او شهرين الجرح ما بيقفلش. السؤال ليه؟ ايه هي الفاكتور من العوامل البيرنج يعني بتقلل او الهبل بتوقف عمليه الريبير؟ هو ايه اللي خلى الريبير ممكن يتاخر؟ ليه الهيلينج ما يحصلش بسرعه عندي؟ قال لك في عندي لوكال فاكتور عوامل خاصه بالجرح وفي سيستميك فاكتور عوامل خاصه بجسم الانسان كله. مش فاهم يعني ايه لوكال فاكتور؟ افرض ان الجرح فيه انفكشن ما هو مش ممكن هيقفل. ولذلك تلاقي الجروح الدم مغطيينها والدم بيغيروا عليها والدم ضد حيوي ما بتعرضهاش للهواء وبلاش يفخرها صح ولا لا؟ اصل وجود الانفكشن هيمنع هيلينج. فورين بادي جسم غريب. ما هو لو في تلوث في الجرح ده جسم غريب. اي فورين بادي قالت حاجه غريبه قوي. عارف لا قدر الله لو واحد اتكسر في عظمه اتكسرت عظمه اتكسرت. في بعض الناس لا قدر الله العظمه بتاعتهم بتتكسر وجزء من المصل يتحشر ما بين العظمتين. ساعتها العظمه دي ممكن تتحرك تاني؟ لا. ليه؟ عشان في بينها فورين بادي مصل جسم غريب دخل. فاي حته فيها هيلينج دخل فيها جسم غريب لا يمكن تقفل. هتعيق عمليه الهيلينج هتمنعه. اسكيميا حد يقول لي معنى الكلمه دي؟ اه صح كويس عدم وصول الدم للاورجن. اسكيميا يعني ديكريز بلاد سبلاي. هناخدها لوحدها انواع كبير وموضوع والتايبس وفاكتورز افكتد والقصه. اسكيميا معناها ان في اورجن مفيش دم وصل اسمها ايه؟ هتقول لي هو الهيلينج محتاج بلاد. محتاج جنريشن تيشو ده محتاج بلاد مش محتاج بلاد ده محتاج نيو بلاد فيسلز يعني البلاد العادي ما يقضيش. من الاخر تقول لي اصل ما فيش دم واصل للاورجن ما هو استحاله يحصل له غير ما هو لا هيجيب ماكروفاج ولا هيجيب فايبروبلاست ولا هيجيب اي حاجه ولا هيغذي. ها رابع حاجه سيفير دامج يعني الحته اللي فيها دامج جامده قوي قوي. يعني واحد مخبوط او حادثه جامده وتلاقي السكين متاكل ومتقطع ده طبعا بعد ما يحصل له هيلينج ممكن يقعد شهور. ممكن الموضوع هيتاخر لو دامج سفير. ميكانيكال ايرجنت از تروما. هل فاهم حاجه؟ ايه ميكانيكال ايرجنت از تروما؟ الجرح اللي موجود عندك لو في حاجه عماله تخبط فيه كل شويه ده يمكن هيقفل. هل فاهم حاجه؟ مش فاهمها.
طيب تخيل معايا الآن واحد عنده جرح هنا في الكوع من ورا حلو الجرح ده طول ما انت بتبني ايدك وتفردها الجرح ده عمره ما يكفي لان كل شويه انت عمال تشد عليه صح عشان كده دايما يقول لك ايه ما تحركش الدراع او خليه مفرود او استنى لغايه لما يبدا يقفل صح كده لان انت كل ما بتحركه العظم بتعمل تروما بتخبط في الجلد من تحت ويفضل فاتح الجرح ما يقفلش معاك يبقى الجرح طول ما في حاجه بتخبط فيه او حاجه قالت او حاجه على طول بتعمل له تروما يمكن هيقفل معاك هيطول قبل ما يقفل فهمناه ولذلك تلاقي دائما الجروح اللي على الجوينت يعني واحد مثلا على بيوصل ليه جوينت على الركبه من قدام من هنا متعور طول ما هو عمال يحركها الجرح عمال فاتح منه ما يقفلش خد بالك تلاقي الدكتور بقى يحط عليه كذا مش عارف ايه ويحطيه ويقفله بالبرباط جامد قوي عشان حتى الناحيه تتحركها عشان الجرح ده يقفل الحركه نفسها الاوتوماتيك فريكشن او الاتكال اللي بيتم في الحركه بيأثر على الجرح كل هذه الفاكتور اللي اتكلمنا عنها سميناها ايه؟ لوكال فاكتور خلي بالك ان دي كلها فاكتور موجوده فين؟ في الجرح نفسه مش في الجسم هفترض ان المشكله فين؟ في الجسم يبقى هسميها جنرال او سيستميك ايه؟ فاكتور زي الايج السن هو صحيح الجرح هيقفل اسرع في اليانج ولا في الاولد؟ يعني كل ما يبقى اولد اكيد هيبقى فيه امبيرنج او هيتاخر لفين يبقى الايج الريبير از مور رابيد ان يانج ايج كلام سهل مش كده؟ كلام عادي النيوتريشن هو انا محتاج تغذيه عشان الجرح يقفل؟ هزر ده الجسم كله اصلا مش هقول لك تغذيه انا محتاج نيوتريشن في كل الاوقات علشان الجرح يقفل مش فاهم انت محتاج بروتين ليه؟ الناس اللي عندهم نقص البروتينات اشهر بروتين طبعا انت خدت في بالك البروتين كلها عباره عن امينو اسيدز من ضمن اشهر امينو اسيد حاجه اسمها الايه؟ الميثيونين الميثيونين ده امينو اسيد بيخش في تكوين الكولاجين تكوين مين؟ طيب الواحد ما بياكلش بروتين يبقى عنده نقص في الامينو اسيد عنده نقص في الميثيونين مش هيتكون عنده كولاجين يعني مش في البروسيس فده هيعمل ديليل للريبير تمام؟ يبقى الريبير هنا هيتاخر عنده يبقى النيوتريشن مهم فيتامين ديفيشنسي نقص الفيتامينات من اشهر الفيتامين المهمه عند الفيتامين اسمه فيتامين مين؟ سي ليه؟ اصل فيتامين سي مسؤول عن تكوين الكولاجين برضه عشان كده تلاقي دايما الناس اللي عندهم نقص فيتامين سي دايما تلاقي عندهم بليدنج نزيف في الكم مرض كده كان زمان اسمه سكيرفي هتسمع عنه؟ ما كنتش في سنه حاجه اسمها مخبوط يعني في اسم غريب كده يعني المهم يعني اسمه سكيرت بقى مش هنخش في التفاصيل يعني المهم نقص فيتامين سي بيقلل تكوين الكولاجين سينسز ده مشكله وبيقلل كمان تصنيع العظم والبون لان البون دايما علشان يتكون والكالسيوم عشان يتكون محتاجين تو فيتامينز سي ودي فيتامين سي وفيتامين دي محتاجين الاثنين مع بعض ده مهمين جدا 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 ولذلك على سبيل المثال انت لو رحت اي صيدليه وطلبت منه كالسيوم الكالسيوم عشان عظم تلاقي معظم الفوار بتاع الكالسيوم مضاف اليه فيتامين سي تلاقي كلهم كده تلاقي نادرا بتلاقي كالسيوم لوحده نادرا تلاقي كل نوع الكالسيوم بلس فيتامين سي فيتامين سي لان دايما من الحاجات الكل دايما بيفتكر اصل الكالسيوم بتاع فيتامين دي بس وينسى ان في فيتامين سي كمان مهم محتاجينه للكالسيوم ميتالز طبعا فاكرين الزنك اكيد زنك مهم لان نقص الزنك هو مشكله الزنك مش ان هو كمان نسيسري للكولاجين سينسز الزنك كميتال مهم جدا 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 للاكتيفيشن للانزيمز بتاع جسم الانسان كل الرياكشن بتاع جسم الانسان محتاجه انزيم لو خدته في البايو الانزيمز محتاجه دايما ميتال من اشهر الميتالز الستيمولنت او بتحفز الانزيمز اللي هو مين؟ الزنك لان الزنك ضروري في الكولاجين سينسز تصنيع الكولاجين حضرتك تشوف في الامتحان بتاع البايو ده نقص الاتش سي ال لو خلاص بقى في الورق نقص الزين انت نقص الاتش سي ال الورق ده طيب تاني حاجه عندنا الكالسيوم ديفيشنسي نقص الكالسيوم مش محتاجينها يعني احنا عارفين نقص الكالسيوم ضروري الكونكتيف تيشو والبون والعظم اكيد محتاج كالسيوم بايو مينين تنزل محتاجينها كالسيوم تالت حاجة كل ده انا بتكلم على جنرال او سيستميك كوزز ثالث حاجة عندي مين يا جماعة؟ هرمونز
خلي بالكوا ان جسم الانسان في عنده هرمونات انابوليك بتبني الجسم وبتساعد اقسام الخلايا تكبرها، وفي هرمونز كاتابوليك بتهدم الجسم. معايا؟ اشهر هرمون بيبني الجسم انسولين. كلام جميل. ليه؟ عشان الانسولين بيساوي الفانت بوزيشنز وبيبني الجسم يكبر. اشهر مثال بقى الهرمونات بتوع اللي بيروح يلعبوا جيم. اللي حاجه بقى الهرمون بتاع التستوستيرون كلها انابوليك. لا يا عشان يبنوا عضلات والقصه ديت، دي كلها هرمونات انابوليك بتزود ليه؟ اكتر هرمون بقى كاتابوليك بيدمر الجسم او يقلل كل حاجه بتاعته الكورتيزون. لا حد قال حاجه كده؟ قلت ايه؟ اضفت معلومه الدي اتش تي حتى بالدم. مين؟ دي اتش تي. ما سمعتش حاجه. هرمون مين؟ دي اتش تي. ماله بقى؟ يضمر. لا دي اتش تي انا بقول لك تزود. ها؟ دي اتش تي. تقول حاجه. ليه؟ هو يا جماعه عشان بس الغير خاصه عشان ما طلعش منها، هو الدي اتش تي اولا ده هايبر تستوستيرون، ده الميتابوليك افكت بتاع التستوستيرون اللي بنتكلم عنه. الدي اتش تي ده عباره عن هرمون بيزود هرمون الذكوره. هو انابوليك بيزود الاكتيفيتي بيزود قوه الجسم. مش العكس يعني، هو الدي اتش تي بيزود يعني. ده بيزود الشعر ده بتاع ان هو بيزود الاكتيفيتي بتاع التستوستيرون. ماشي؟ لانك عكس الكروموسوم يعني، الكروموسوم ده اللي بيدمر يعني دي اتش تي. بس حلو دي اتش تي لان ده هو اللي حاجه يعني. لو دي اتش تي اللي هو مش تستوستيرون، لا بيجمع الميتابولايت بتاعه يعني حاجه يعني خير. دي اتش تي اشمعنى يعني؟ ماشي بعدين نتكلم فيه مع بعض عشان انت كنت تشتغل مني. المهم الشهر الثالث يبقى كورتيزون مشكلته ايه؟ الكورتيزون بيقلل مناعه. الكورتيزون بيمنع الفيبروز التليف دايركت افكت. ولذلك تلاقي اي مريض هيعمل عمليه ونعرف ان هو بياخد كورتيزون نوقفها ده باسبوع، ما تاخدش كورتيزون لانه عارف انه هيطلع من العمليات عمر الجرح ما هيقفل. ده كورتيزون مهم جدا انه بيقلل او ديبريس تريبيت. سيستميك ديزيز امراض اشهرها الدايبيتس. الدايبيتس ده مريض مين؟ السكر اللي هو مناعته قليله، انفكشن عنده عالي هيعمل ديلي ريبير. لان السكر دايما مناعته قليله. فيزيكال ايجنت التعرض للماده الفيزيائيه، طبعا التعرض للايونايزنج راديشن ديلي ريبير، التعرض للاشعاع دائما بيقلل عمليه الهيمنج او ريبير. ده مهمه جدا. تعرض لاي اشعاع زي الالترا فايولت راي زي الاكس راي، الاشعاع دايما بيكسر الفايبرس تيشو. كيميكالز اند دراجز، في ادويه بتقلل عمليه الهيلينج زي السيتوتوكسيك دراجز ديلي ريبير. حد يعرف ما هي كلمه سيتوتوكسيك دراجز؟ سيتوتوكسيك دراجز هي ادويه العلاج الكيماوي. بخضر الله عنده سرطانات بياخد علاج كيماوي، العلاج الكيماوي او الكيمو ثيرابي بيطلق عليه اسم سيتوتوكسيك دراج لانها ادويه توكسيك سامه للخلايا بتاعت الجسم. الخلايا السرطانيه المقصود بيها يعني. هو عيب السيتوتوكسيك دراجز انه بيمنع السيل ديفيجن. مش هو مشكله المريض اللي عنده سرطان معناها ان عنده الخلايا بتاعته في الانقسام زياده عن اللزوم، يبقى لازم ادي دواء يوقف انقسام الخلايا. طب المريض ده لو عنده جرح عمره ما هيحيى ما هيحصل له ريبيت، لان انت بتدي دواء بيوقف انقسام الخلايا، يبقى ازاي هيحيى في الجرح عنده؟ ولذلك مثلا لا قدر الله واحد عنده مالجنت تيومر سرطان وعمل عمليه وشال الامراض وهيبدا ياخد الكيماوي، دكتور الكيماوي يقول لك ايه؟ انا ما اقدرش ادي العلاج الا لما الجرح بتاع العمليه يقفل الامر. ان لو بدات معاه كيماوي استحاله الجرح ده يقفل. هاخد الدكتور على طول. يبقى لازم يفرق الجرح الاول، لان سيتوكس دراج زي ما قلنا بيعمل ديلي لعمليه الايه؟ تمام كده معايا؟ ايه؟ لا ايه تعبتوا ولا ايه؟ تعبتوا؟ فرهدنا. نعم؟ فرهدتوا؟ لا انا اصلا مش ناوي اكمل يعني. هو الهيلينج فندق
لسبب بسيط. لا 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 لا، الجزء الفاضي في الريبير هتلاقي عندك موضوعين، هنا الجمبور والوند والبور. ده المفروض هتلاقيه في المحاضره بتاعت بكره الاولى، المحاضره الثانيه هبدا الجزء الشابتر الثاني اللي بعدين ان شاء الله. لكن عم تفهم المطلوب منكم بعد اذنكم المحاضره بتاعت امبارح، يعني شوهاله فين دهانه الناس قاعده تتخانق على المحاضرات. المحاضره بتاعت امبارح يا جماعه ازاي؟ طبعا سمعتوا كلام المحاضره بتاعت الانفليميشن في الاول، في معلومات كتير بعدكم لما هتسمعوا المحاضره بتاعت امبارح هتفرق معاكم. محاضره بكره مثلا مش هتختاروها، بس انتوا عندكم ميزه مختلفه عن الباقيين، اللي انتوا سمعتوا بدايه الريبير، عارفين يعني ايه بتحصل ريجنريشن، وايه بتحصل فيبروسس، وايه اللي هيحصل بعد سنه، عارفين الكلام ده. لما تنزل مع المحاضره بتاعت بكره هتلاقي الكلام ده اسهل بالنسبه لك. تمام؟ ربنا معاكم ان شاء الله. اشوفكم على خير.